أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. ضيفنا اليوم طبعا بعيب المرة الثانية يكون معنا العظيم ديفيد رجل الكهف. خلونا نرحب فيه. أهلا وسهلا فيك أخي ديفيد. أهلا وسهلا فيك أخي جان وبجميع المشاهدين أصدقائنا. تسلم تسلم حبيبي. طبعا موضوعنا اليوم عن اللاجئين الموجودين بأوروبا. طبعا الأغلبية الساحقة 99.99 مثل ما بقولوا هن من البلاد الإسلامية، طبعا اللاجئين. فموضوعنا راح يكون عن موضوع اللاجئين، بس قبل ما نبدأ أخي ديفيد، في شخص على التعليقات باليوتيوب عم يقول لي أهم شيء، يعني بالنسبة له أهم شيء، أهم من كل المواضيع، هو إنه يعرف ليش اسمك رجل الكهف. خلينا نعرف ليش رجل الكهف وبعدين نبدأ الحلقة. تفضل. السؤال لو انه ما خصه بموضوع الحلقة لكن لذيذ كان لازم نحكي فيه من الحديث السابق. الحقيقة يعني انا اخترت اسم رجل الكهف وقت اسست القناة تبعي لانه كنت حابب اعمل قناة يعني يكون الاسم تبعها ما يحاول يعرف على شيء معين. يعني انا بدي احاول كنت افتح القناة تبعي كل الاحاديث، الفلسفة، العلوم، سياسة، اقتصاد، whatsoever، فما كنت حابب اني اتحجم باسم معين. رجل الكهف اسم كانوا يقولوا لي يا بعض اصدقائي من زمان، بما اني يعني شخص عشت سنوات طويلة منعزل لحالي ودقني طويلة وشعر طويل، فكانوا يلقبوني جيسس. بعد فترة صار دقني وشعري اطول من جيسس فصاروا يلقبوني رجل الكهف. فبس يعني فخطرت لي الفكرة انه سمي رجل الكهف يعني كتسمية لي بس. ما قصرت صراحة، ما قصرت يعني. وعلى فكرة أصدقائي، أنا مثل ما بتعرفوا راح أفتح السكايب بعد نص ساعة تقريبا من هلا، ويعني يا ريت تشاركونا بمداخلاتكم. واللينك القناة تبع الأخ ديفيد موجود تحت الفيديو كمان، ممكن تشوفوه تطلعوا على فيديوهاته. مسوي فيديوهات كتير حلوة بصراحة، يعني فيديوهات تدعو للثقافة، للفلسفة، للعقل، يعني للتنوير بشكل عام. طيب من أين نبدأ أخي ديفيد؟ من أين نبدأ مع موضوع اللاجئين؟ إذا تفضل أعطينا المقدمة. جان شوف بتعرف هي الحلقة يعني غريبة شوي، حتكون ارتجالية بالكامل. أنا وأنت خطرنا موضوع الحلقة يعني بشورت نوتس وأنا ماني محضر أي شيء، يعني بصراحة أنا ماني محضر أي أسئلة، يعني أنا حتكون الحلقة ارتجالية يعني مالي. حتى حاولت صراحة اليوم إني بدي كنت جيب شوية إحصائيات شوية داتا، كنت كتير مشغول اليوم فما زاد معي أي وقت. خلينا نحكي شغلات هلأ من الواقع، بما أني أنا شخص اليوم موجود بأوروبا لح يصير لي سنة تقريبا. هلأ موضوع اللاجئين، أوروبا من الدول القليلة بالعالم تقريبا أو الدول الوحيدة بالعالم إذا استثنينا كندا وأستراليا ودول المهجر، هي دول كانت موقعة على اتفاقية موضوع استقبال اللاجئين مشان حقوق الإنسان. يعني إذا بلد صار فيها حرب، كارثة معينة، إذا شخص مثلا كان يتعرض لاضطهاد ديني، لاضطهاد عرقي، لاضطهاد بسبب ميوله الجنسي whatsoever، حتى الاضطهاد المنزلي والأسري، فبإمكانه يلجأ لدولة ثانية تأمن له شروط الحياة. هلأ اللي صار مؤخرا بالثورات اللي صارت بالوطن العربي وهالأمور هي، صار في كمية مخيفة من اللاجئين عم ينزحوا لأوروبا من الدول العربية. اللاجئين عم تطلع على أوروبا بكل أسف ما لهم مدركين لحقيقة أساسية، اللي هي أنت طالع على أوروبا اسمك لاجئ. أنا اليوم بأوروبا اسمي لاجئ. صاروا للشباب عم يطلعوا على أوروبا، يعني تشوف في عدة أصناف، في صنف عم يطلع على أوروبا وهو أساساً كرهان أوروبا وكرهان الانحلال الأخلاقي بأوروبا، وهدول الأوروبيين بدهم يسرقوا أولاده والأوروبيين هن سبب الدمار. في ناس وصلاني لمرحلة عم تقول إنه أوروبا هي عملت الحروب لحتى تخلينا نطلع لعندها ويسرقوا لنا الأجيال وأولادنا وكذا. أمور مضحكة جداً عن جد، أشخاص حقيقيين أنا اجتمعت معهم.
في نوع معين من الأشخاص عم يطلع على أوروبا عن جد هو بده يهرب من جحيم الوطن العربي وغيره. يا جماعة، أنت عم تطلع على أوروبا، أنت بدك تعيش هون، تعرف حالك أول شيء أنت لاجئ. يعني أنت وقت عم يسمحوا لك تقيم بهي البلد، أمنوا لك مأوى، هن بالأساس سامحين بهذا الموضوع للاجئين اللي هربانين من الحرب. تدمر بيتك، انقصفت بنايتك، راح شغلك، انقتل أولادك إلى آخره، عم تنام بمخيمات اللاجئين. احسنت توصل بطريقة أو بأخرى لأوروبا، فهن بيرحبوا فيك وبيعيشوك حياة تعتبر كتير كريمة مقارنة بأنك أنت هربان من الحرب. هلأ خليني أكون واضح وصريح، واليوم أنا بدي أعتبرها مثل فشة خلق، وخاصة أنا ماني محضر أي شيء، فبدي أحكي بكل فشة خلق، واللي بده يزعل يزعل، واللي بده يحس أنه أنا عم بحكي كلام يعني ما من اللي هو غير اللي تعود عليه من النفاق والمداراة، فيتفضل يحكي معي على الهواء. هلأ جميع الناس اللي وصلت على أوروبا 99% منهم كرمال ما أكون يعني كتير شامل بكلامي هذا، هن الناس وصلوا على أوروبا فيني أعتبرها رفاهية، ما له خيار إجباري. يعني الناس اللي عم جد هي اضطرت تنزح من الحرب بسوريا، أنا زلمة تشردت سنوات قبل ما أوصل لأوروبا. هلأ قبل سنة الأشخاص اللي عن جد نزحت، اللي انهدمت بيوتها، انهدمت بناياتها، راحوا أولادها كذا، هدول أشخاص عم يعملوا نزوح داخلي، عم يعيشوا بمدارس، عم يعيشوا بالمخيمات اللاجئين. إذا أنا بدي أحكي على الحالة السورية مثلا بالأردن أو ببيروت بلبنان أو بتركيا، شخص عم يصل على أوروبا عم يتكلف تقريبا 10,000 دولار ليصل على أوروبا للفرد الواحد، 8,000 7,000 بغض النظر، هي مبالغ ضخمة، ومبالغ ضخمة بالنسبة لنا كشعب سوري. بالنسبة للشباب اللي بسوريا هذا ما هو مبلغ، بالنسبة للأمريكي والبريطاني، لكن للسوري هذا مبلغ. فأولا الأوروبيين عارفانين هاي النقطة، ونحنا عارفانين هاي النقطة، فلا تجي تزاود زيادة إنه أنت وصلان على أوروبا وأنت كتير مضطر. هاي أول نقطة خليني أشيلها. صاروا عم يحكوا كلام أنا سمعته كتير، أنا متكلف 10,000 دولار لحتى أنحط بمخيم بألمانيا، لحتى أنام بغرفة مشتركة بالسويد. لك يا عمي أنت شو شارية؟ أنت متكلف هاي المبالغ على مهربين، على تجار الدم اللي عم يطلعوا لك، بيكون الواحد فيهم يا جان مثل التوتو بين إيدين المهربين بتركيا وباليونان، مثل التوتو بمعنى الكلمة، وهدول المهربين حسالة الحسالة من المجتمع، وهو قدامه مثل التوتو. بس يصل لهون على أوروبا بتلاقيه صار عم يتعنطز. أنا سمعان من كذا شخص بيقول لك أنا متكلف 10,000 دولار من شان نام هي النومة. يا رجل منطق كتير غريب وعجيب عم يفوت الواحد فيهم، معه مثلا سامسونج نوت 4 ولا معه الايفون 6 بلس وعم يتعنطز، وبيجي عندهم كل اللاجئين بدون استثناء جان بيصلوا بيقولوا لهم اخي انا معي اقل من 20 يورو منشان يصير ياخذ معونه شهريه. وهي المعونه الشهريه شو صار يسموها اللاجئين بالعرف بيناتهم كلهم؟ اسمها راتب. لك راتب على شو يا ابن الحلال عم تاخذه؟ لك هي اسمها معونه، سماها راتب منشان شغلتين، اولا يحس انه هو هن لهم ضربه لازمه يدفعوا له هذا الراتب، وكانه هو في عقد عمل بينه وبينهم. شغله ثانيه صار بيقول لك ليش هن عم يعطوني راتب؟ معناته بدهم يسرقوا اولادي، معناته بدهم يعملوا لنا انحلال اخلاقي، معناته كذا، معناته يسرقوا نسواننا، صار عم يبررها لانه هن عم يدفعوا لك راتب وما حدا بيعطيك راتب ببلاش. صار بيقول لهم هذا راتب لانه صار عم يفاصلهم، صار بده يتحربه. يا زلمه عم اشوف مشاهد باوروبا مخيفه. لك ومو عاجبهم اخر شيء. لك واللي بيقهرني اخر شيء انه مالهم ممنونين. يعني انت بتستضيف شخص ببيتك، يعني اقل ما في عندنا مثل عربي بيقول لك يا غريب كون اديب. انت بتكون ضيف عندي بالبيت، انا بسمح لك تنام اخي بغرفه عندي بالبيت، سمحت لك اعطيتك اكل وكهرباء ومي وشرب وكذا، استضفتك، انت زلمه مشرد مقلع من بيتك، بصير لك ضربه لازمه علي بانه شو بدي طعميك وشو بدي شربك وشو بدي كذا وشو بدي اعطيك. لك يا جان عم تشوف مناظر، عم تشوف اشياء، عم تشوف تصرفات يندى لها الجبين بكل معنى الكلمه. هذا الشيء
أوروبا اللي كانت عم تكافح على مر 300 سنة لا يخلصوا من تسلط اليمين، أوروبا اللي كافحت وخاضت أشنع حرب بتاريخ البشرية قبل 70 سنة وعملوا نموذج مخيف بالتاريخ كله ما صار مثله، نوع التوحد اللي صار بأوروبا اليوم بعد بس 70 سنة من حرب من أشنع حروب التاريخ بالبشرية وأكثرها دمارا. الأشياء اللي عم نعملها صرنا اليوم كلاجئين بأوروبا، رجعت اليمين، صار الأحزاب اليمينية رجعت مرة جديدة، رجعت على الساحة، صارت اليوم معظم دول أوروبا مثل ما كلياتنا بنعرف صارت عم يطلعوا يجيشوا اليمينيين المتطرفين، رجعوا العنصرية، صار يقول لك أنت إذا كنت أجنبي مثلا يتعامل معك بنوع ما من الدونية، صار يطالعوا قوانين إنه مثلا ما بدي أعطي جنسية، ما بدي شدد قوانين الإقامة الدائمة، بدي شدد كذا، بدي شدد كذا، وآخر شيء بيجي بيلومك يا زلمة أنا اجتمعت مع أشخاص بالسويد. هلا بدي هي معظم كلامي حيكون على السويد بما إنه شيء أنا عايشه وشايفه، لكن الكلام ينطبق على كل أوروبا. اجتمعت مع أشخاص مثلا والسويد وصلت لمرحلة فللت تماما كل الأماكن اللي ممكن تستقبل لاجئين، عملوا خيم، فللت الخيم، صارت قصة يعني باختصار إنه النرويج والدنمارك، النرويج وفنلندا سكروا حدودهم عن السويد، صاروا اللاجئين اللي عم يطلعوا عم يصلوا على السويد يعلقوا، اللي هن كانوا رايحين على فنلندا وعلى النرويج وعلى السويد، فعم تاخذ حصة أكبر، فاضطرت إنه تسكر حدودها مؤخرا. هلا وقفوا الإقامات والمقابلات وهي الأمور. صارت العالم شو تحكي؟ تقول لك معقول انا متكلف 10,000 دولار لوصلان لهون وبعدين يرفضوا لي اقامتي؟ معقول لك يا زلمه انت متكلف على مهرب، انت مالك دافع المبلغ للحكومه السويديه ولا الالمانيه لحتى تشتري فيها اقامه؟ هي الطريقه البدائيه بالتفكير يا اخي ما عم يفهموها العالم، كثير عجيب هذا الوضع، انت ما لك اي ضربه لازمه عليهم. بيجي واحد بيقول لك اخي يعني هن الحكومة مو عرفانين انه وقت عم يخلونا قاعدين سنة كاملة بالكامب عم ناكل ونشرب بدون شغل انه نحن بعدين المواطنين هدول لح يعني يتعودوا على الكسل وما يحسنوا يشتغلوا. لك يا اخي انت هربان من حرب، برجعوا بعيد، انت مالك جاي رفاهية، انت مالك جاي بعقد عمل، مالك جاي بعقد بطيخ، انت جاي هربان من حرب عم يقدموا لك شيء ما قدمت لك اياه ولا دولة بالعالم. عم يعملوا هاي الرذالات، عم يعملوا هاي التكتلات. جان مثلا بأوروبا عموما وبالسويد خصوصا إذا رجل ومرته ما عاد حسنوا يعيشوا مع بعض صار بدهم ينفصلوا، الدولة بتأمن بيت لكل واحد فيهم. 50 ل 70% من العائلات اللاجئين بأوروبا منفصلين كرمال الدولة تعطي بيتين ويرجع بيعيش هو ومرته بنفس البيت وبيأجروا بيت ثاني. بيجوا 10 أشخاص كل واحد فيهم بياخد بيت، بيجتمعوا سوا بيروحوا بيأجروا، عاملين بلاك ماركت يا رجل مخيفة، عاملين سوق سودا فظيعة. لك صار في شيء اسمه فروغ، تتذكر الفروغ اللي كان بسوريا؟ صار في فروغ بالسويد، طبعا مو مع السويديين، فروغ بين بعضهم، صار في كوميسيون بياخد منك كوميسيون أجار كذا شهر لحتى يدبر لك أجار البيت تستأجره. لك بيت أخده معونة من الدولة، معونة من الدولة وهو لاجئ. عم يعملوا اشياء شنيعه، اخر شيء عم تضطر الحكومات تشدد، وقت عم تشدد بيجي بيقول لك شفت ما بيحبونا، شفت عم يشددوا علينا. يعني تماما مثل وقت اللي مثلا سي بسوريا صار عم الشعب طلع مظاهرات صار النظام يقصف عليهم، بيقول لك شفت الشعب عم يخرب، طيب يا اخي ما الشعب ما طلع الا لانه النظام بالاساس كان وضعه سيء. يعني انت بدك ترجع بالسلسلة لورا، يعني الشعب ما فاق هيك لحاله، الحكومات هم مو هي من حالها مبسوطة بانها تعمل لك هي القوانين او تشدد عليك او تحطك، انت عم يقدموا لك شيء اكثر مما ينبغي. وقت اللي العالم صارت تعرف شو عم يعملوا؟ صار اللي عايش بالسعودية، اللي عايش بالخليج، اللي عايش باي مكان، اللي عنده املاك، عنده شركات، عم يجوا عم يعملوا لعبات، يغيروا باسبورات، يعملوا قصص، يجوا يعيشوا كلاجئين ويطلع، عرفت عم يعيشوا بوشين. يعني هو بيجي بيعيش كلاجئ بياخذ معونه بياخذ كذا بياخذ كذا، وهو عنده شغله بدبي شغال. يعني
وبيجي اخر شيء عم يقول لك ما عم يامنوا لي وعم يامنوا لك. يا اخي انت بدك تقيم على واحد هربان من حرب، على واحد عم يموت، على واحد ما عنده اكل وشرب. لك يا زلمه شو طول بالك طول بالك. هو بصراحة بصراحة ديفيد، يعني هي حكاية طبيعية صايرة المشكلة للأسف الشديد. يعني أنا أعرف شخص يملك على 300,000 دولار وراح على السويد وقدم لجوء وفي انتظار الراتب، سموه الراتب للأسف الشديد، هي بيعطوها أظن يعني للعاطلين عن العمل، اللي ما بقدر يدبر حاله يمشي حاله مشان ما يجوع ما يسرق ما يمد ايده لحدا، فبيعطوه وبيعيشوا عيشة كريمة. يعني مثل ما بقولوا عنا امه وابوه ما عيشوا هالعيشة الكريمة للاسف الشديد، للاسف الشديد. هي الفكرة جان، يعني انه انت عم تعيشه. معلش خليني اكون صريح وواضح، انت عم تعيش اليوم باوروبا بالشكل العام 80 ل 70% من اللاجئين، شيلني عن الطبقة الغنية اللي اساسا هدول يعني لهم حالة خاصة. انت عم تعيش باوروبا، كهرباء دائما موجودة، اكل شارب نايم، اولادك مأمنين، تأمين صحي، عم تشتري سيارة ما بعرف ب 1000 وب 2000 يورو، عم تركب مرسيدس وبي ام في واودي. انت بسوريا يمكن كنت تحلم تركب سابا ولا شانا تبع الصين. عم تشتري الاشياء اللي بدك اياها، عايش حياة ما فيك تحلم فيها ببلدك اللي عايش فيها، ومو عاجبك فوق منا، لك وفوق منا مو عاجبك، عم لك يا زلمة. إذا أنت حاسس أوروبا بدها تشلحك ولادك، إذا أنت خايف على مستقبل ولادك، لا تطلع. لك ما حدا ضربك على إيدك وقال لك اطلع، لك من شان الله هدول الناس اللي طالعين، أنا اجتمعت مع أشخاص. لك طالع على أوروبا، أوروبا بدها تشلح ولاده، بدها تشلح نسوانه، بدها تربي ولاده مدري شلون ترباية، إذا كان ضرب ولاده بدهم ياخذوا له إياهم ما بيصير، هن أصلاً عم يعلموا الولاد وقت بيسألوا، لك وقت اللي بيسألوا الولد إنه أبوك وأمك عم يضربوه. هي من بديهيات التربية السليمة بأي مجتمع راقي. ما له لأنه اتحطت عليك لأنك سوري، أنت لا تروح تضربه، وقت بدك تضربه أكيد بده ياخذه، لأنه وقت أنت بدك تضرب الولد، يعني ابنك رح يضرب اللي أصغر منه، يعني أنت رح تطالع واحد عنيف بالمجتمع، وهن ما بيناسبهم لا إذا كانت أصوله سورية ولا عراقية ولا سويدية ولا ألمانية. موضوع مو متقصدك، إذا أنت كتير حاسس إنه هدول عم يسرقوا لك أولادك، لا تطلع. كتير سيمبل الموضوع. لك ما حدا ضربك على إيدك وقال لك اطلع. لا تطلع على أوروبا إلا إذا أنت حاسس بإنه أنت بدك تعيش حياة كريمة وأنت مقدرهم، عم تقول لهم كتر خيركم على أي شيء بدهم يعملوا لك إياه ببساطة. نحن العرب بين بعضنا كمان، خليني احكي شغله صريحه، شيلني عن كل هالعلاق المصدي اللي بيحكوه العالم تبع الدعايات والاكل الهوى. انا سوري عايش بسوريا، كنت صارت الحرب تبع العراق، العراقيين نزحوا على سوريا. هلا العراقيين وقت نزحوا على سوريا صاروا عم يستاجروا، مين فرح بهي القصه؟ ملاك العقارات اللي صار ارتفع اجارات البيوت مثلا، كانت اذكر الارقام من مثلا 100 دولار بالشهر لصارت 300 دولار بالشهر اجارات البيوت بالافرج برات مدينه دمشق. شوي شوي بلشوا يكتروا العراقيين، بلشوا يكتروا انا عم بحكي عراقيين سوريين، يعني نفس الدين، نفس اللغه، نفس الثقافه، نفس العادات، نفس التقاليد، نفس التاريخ المشترك، درس القوميه كله بتعرفوه، هذا نفسه كالردن. ومع ذلك وقت وصلت لمرحلة بعد سنوات من عيش هدول الناس مثلا العراقيين أصدقائنا وأخواتنا، وأنا أكيد مالي عنصري ولا طائفي وكل الناس تعرف الشيء، صار مثلا الحارة الفلانية صارت حارة عراقيين، صار الساحة اسمها ساحة الفلوجة بدل ما كان اسمها ساحة الأمل، صار كذا، الشعب صار يكره هذا الشيء، الشعب السوري صار يتضايقوا من هذا الموضوع. هلا تخيل وقت عم تصير القصة فيرس فايسس بس مع أوروبيين. اليوم عم تصير مجتمعات منغلقة تماما بكل أوروبا، مدينة صارت للعرب. لك يا زلمة بتمشي بالشوارع كلها تبع بتحس حالك أنت ما عدت بدولة أوروبية، أنت بدولة عربية. الأوروبي نفسه ما عاد استرجع يقعد فيها هي المناطق، عم يجوا يسكنوا بأماكن مثلا أخي بالدول هي الدول العلمانية،
ما فيك تفرض عليه يعمل لك جامع، انت حر تصلي، حر تعمل طقوسك الدينيه، تعمل اللي بدك اياه، بس عم تجي مثلا انك تفتح لي المايكات تحط هورنات ببيتك منشان تسمع العالم الاذان. يا رجل بصفتك شو؟ لك بتفهمني بصفتك شو؟ لك انتم ما لكم حاسين شغله بسيطه، بس رساله لكل العالم. ما لكم حاسين بفرق ما بين دول اوروبا ودول الشرق الاوسط؟ هذا الفرق ما اجى من فراغ، هذا الفرق ما اجى من فراغ. الثقافة اللي عايشين فيها هون، اللي انت بتسميها ثقافة منحلة، ثقافة سخيفة، ثقافة كذا، لك علماء مقضيين مئات السنين عم يطوروا ويبرمجوا بالشعوب لوصلوا لهي المرحلة اللي هلا هن فيها. واذا بكره عملت احاديث بعلم النفس على قناتي، هلا الموضوع يطول شرحه، رح تكون هي القصة كتير واضحة. طيب ديفيد، يا ريت تحكي لنا على الفوارق الثقافية هي. يعني هلا عم بيجي لك الشرقي، خلينا نقول عموما، يعني مو بس السوري، السوري طلع اسمه مثل طلع صيته، يعني الشرقيين عم بيجوا على اوروبا، في جايين من ثقافة معينة، يعني عندهم في اشياء كثير مرتبطين فيها، في يعني في ناس كثير تعتبر دمها هي انظف دم، وهن على اساس ان احسن من الأوروبيين أخلاقاً، ويعني هلا هسه المنظومة الثقافية اللي عندهم. يا ريت تحكي لنا عن الفوارق الثقافية هي، وكيف يعني ممكن كيف يتقبل الشرقي هذا اللي جاي على أوروبا يشوف ينظر للثقافة الغربية، كيف بينظر لها، كيف بينظر للمرأة، كيف بينظر خلينا نقول للفكر الغربي، يعني مثلا للملحدين، للمسيحيين، لغيرهم. تفضل. شوف جان، هاي النقطة اللي أنا كنت لحكوت فيها، نقطة أساسية لازم كل العالم تعرفها، وأنا أكدت عليها كثير قبل هلأ. أنت منتقل هلأ من مجتمع لمجتمع آخر، مجتمعين هدول، مجتمع الشرق أوسطي والمجتمع الأوروبي، مجتمعين منفصلين تماما عن بعضهم تاريخيا على مر مئات القرون. انت عم تنتقل من فكر لفكر، من ثقافة لثقافة. اول شغلة لازم ما تقيم الثقافة اللي انت شايفها هلأ بمنظورك الثقافي، لازم تشيل نظاراتك، تلبس نظاراتهم وتطلع على ثقافتهم بنظاراتهم. هاي نقطة مهمة، هاي النقطة. المشكلة انه كل الناس اللي اجت وطلعت على اوروبا بالسابق هن اللي زرعوا هي الافكار بالناس اللي هلا عايشه وهلا عم تطلع. وهي الافكار لاي مراقب يعني بس يطلع عليها شوي بحس بانه هي افكار خطا. بمعنى اذا انت بمجتمعك، مجتمع حجابات، مجتمع نساء محجبات، مجتمع نساء بالملاية، مجتمع كذا، رجال دين الى اخره، تنظر للامرأة اللي هي غير محجبة على أنها سافرة. هاي نظرة بمجتمعك، أنت جاي على مجتمع مختلف تماما، ما فيك تنظر هاي النظرة. هذا المجتمع طبيعي جدا البنت والشاب يكون عندهم بوي فريند وجيرل فريند، يعني معاشرة زوجية قبل الزواج. أكثر من هيك بمجتمعات مثل السويد لا يوجد شخص بيتزوج وهو فيرجن، لا شاب ولا بنت. بثقافتهم هاي القصة كتير، يعني هي قصة ما لها مقبولة تماما، بتوازي عدم قبوليتها، عدم قبولية انك انت تتزوج وحدة ما لها فيرجن بمجتمعك. بدك تفهم هي النقطة، بهدول المجتمعات كتير طبيعي انه الرجال والنساء يتطلقوا من بعضهم. وقت اللي عاشوا سنتين وثلاثة وخمسة وعشرة انفصلوا عن بعض، كتير طبيعي تلاقي واحد او وحدة متجوز مرتين ثلاثة اربعة. هي امور طبيعية، ما فيك انت تنظر له بنظرتك تبع مجتمعك وتلاقيهم هدول حالات شاذة. ما فيك تشوف هي وتقول عنها هي مطلقة، انت شايفها كأنه بمجتمعك بضيعتك اللي انت طالع منها. في اختلاف ثقافي من الارض للسماء بين هذا المجتمع وهذاك المجتمع. وانا الرسالة اللي عم اقولها، هذا الاختلاف الثقافي ليس اختلافا مدمرا، ليس اختلافا للأسوأ قطعا. يا جماعة انتوا جايين، انا جاي، كلياتنا جايين من مجتمعات هي من الادنى عالميا،
من الأدنى بكل شيء بدك إياه، بالأمن، بالأخلاق، بالمعاملة، بالنظافة، شو بدك أعدل لك لعد؟ نحن من الأدنى بكل شيء. هلا جينا على مجتمعات هي من الأرقى بكل شيء، سواء دول اسكندنافية أو دول أوروبا القارية. هدول هن ما لهم مثاليين، أنا دائما بقول هن ما وصلوا للبرفكشن النظري لأي باحث أو فيلسوف يطلع فيه، لكن هن أفضل شيء وصلت له البشرية لليوم. هاي النقطة لازم تحطوها ببالكم، صح في أخطاء، في أشياء بنستغرب منها، في أشياء كذا، لكن هدول أفضل نتاج البشرية الفلسفي والاقتصادي والثقافي على الإطلاق لليوم هلأ. وبالتالي كل المنظومة اللي عايشين فيها مو معناتها هي منظومة غلط، لا كمجتمع، لا كاقتصاد، لا كسياسة، لا ككل شيء بدك إياه. إذا شيء أنت ما فهمته، ببساطة كن متواضع وقول أنا يمكن ما فهمته لأني ماني فهمان الصورة كلها. مو معقول السويدي والألماني والفرنسي حمار ما عم يعرف ينظم المجتمع تبعه. قول أنا ماني فهمان ليش هيك، حاول تحكي مع أشخاص من هذا المجتمع، مع ناس بتعرف، لتفهم ليه بيتصرفوا بهي العادات، ليه عندهم هذا الاقتصاد، ليه عندهم هي الطريقة بالسياسة، ليه عندهم هي الطريقة بالتأمينات، ليه عندهم كذا كذا كذا. هي الطريقة من إنه كل واحد فينا، نحن الحمد لله بنعرف بكل شيء، كل واحد فينا عم يجي من ضيعته، من بلدته، من مدينته، وشايف غيره بحياته، كلمة بالعربي يمكن بالزور بيعرف يحكي، عم يجي على أوروبا وصار هو بده ينظر ويقيم ويعيد بناء المجتمع الأوروبي من أول وجديد على كل المستويات. لك يا جماعة، لك ما عم تحس إنه في توب الموضوع؟ يعني أنت وقت عم تقعد معه ما عم تحس أولا، يعني إذا هو كتر خيره عم يقعدك ويعتبرك انسان وعم يعاملك بانسانيته اللي انا بقول عنها الافضل لليوم موجوده، نسبه الـ 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 يعني العنصريه ضد هدول الغرباء كتير قليله بالمجتمع بالرغم من كل شيء، بالرغم من انه عم يحطك ويقعد ويحكي معك ويفهمك ويشرح لك، على انت بدك تحاول تحس انه انت صرت لا افهم منه وتفهمه انه هو حمار. لكن يا جماعه ما عم تحسوا في غلط بهي الحاله؟ وقت اللي في اشخاص من مجتمعاتنا وانا منهم عم اقول على الهوا بيحاولوا يتبروا ويغيروا اسمهم ويقول لك لا انا مالي عربي ومالي سوري، لا تلومون، لا تلومون، لانه انتم اللي عم تشوهوا صوره هي المجتمعات. انا ما بنسى في مره صارت فيني، كنت بفرنسا ماشي بالطريق حامل، كنت عم دخن سيجاره وماسك البورتبل اشتري بايدي عم نفض فيها، اجتمعت مع واحد كان موسيقار فرنسي قاعدين عم نحكي انا وياه، قال لي شو هي؟ قلت له هي بنفط فيها السيجاره، طار عقله. قال لي نحن هون بفرنسا مثلا قلال اللي بيستعملوها، كيف انت جاي من سوريا وعم تستعمل؟ بدي هيك ناس، بدي هيك ناس تعيش بالمجتمع، بدي ناس تمشي بالمجتمع تورجيهم رساله انه انت جاي من مجتمع محترم، انت محترم، عم تطلع ثيابك نظيفه، باخخ بارفان، عم لابس لبس مرتب الى اخره، تكون محترم وانت عم تحكي معهم. هيك لازم، نحن بدنا سفراء من هذا النوع لحتى يرفعوا نظرة مجتمعاتنا. اللي عم اشوفه انا بالواقع اكثر من 50% باللاجئين من كل المجتمعات التعبانة اللي جايين، اللي كلياتنا محسوبين عليهم، عم يتصرفوا بالعكس. عم اشوف فيديوهات على اليوتيوب اكثر من مخجلة، عم تخليني اخجل اقول انا عربي ولا انا سوري. ايه عم اقولها، وايام كتير بجتمع مع اشخاص من الجاليه العربيه، اذا ما انتبهوا انا عربي بحاكيهم انجليزي، ما بدي حدا يعرفني انا مثل هدول الاشخاص، مو تكبرا لانه ما بدي هي الرساله تطلع. بدي الناس اخي، وقت انت عم تقول انت سوري، انت مصري، انت عربي، انت مسلم، مو انت مسلم، ورجيهم ايمج حلوه مثل الايمج اليهود ورجيك اياها وقت بيجي كسائح على بلادك، نفس الايمج لازم نورجيهم. هذا الشيء اللي ما عم نشوفه ابدا بالواقع. صدقني صدقني ديفيد، يعني لو كان في هيك ايمج بالاصل اصلا ما كان طلعنا من بلادنا وما كان حاربنا وما كان شردنا. يعني الانسان المحترم مثل ما بقولوا، يعني الانسان المحترم اول شيء بيكون محترم ببيته. يعني لو كنا نحترم الدور مثلا، نحترم نسواننا، نحترم النظافة، كان أصلا ما تحاربنا، يعني ما كان وصلنا لمرحلة الحروب هاي اللي صايرة وتشردنا وصرنا في لا مو لاجئين، يعني شحادين على أبواب الناس للأسف الشديد. شحادين، يعني هاي شحادين كلمة قليلة عليهم.
جان، خليني اقول لك مثال على شغله مثلا كتير زعجتني، وهي لحالها بتدل على 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 كل القصه اللي انا هلا عم بحكيها. السويد من سنتين وثلاثه ولورا، 3 سنين مثلا ولورا، كانت من الدول القليله بالعالم. انا اجتمعت مع واحد بريطاني كان زاير السويد بال2009، تخيل بريطاني وكان زاير السويد بال2009 عم يحكي لي على السويد، انه كان هو متفاجئ انه قعد بالسويد 3 شهور ما في مفتش قطارات طلع قال له ورجيني التيكت. قال لي انا استغربت انه الشعب السويدي وصلان لمرحلة من الرقي، انه عندهم ثقة الناس عم تطلع بالقطارات عم تدفع التيكت. طيب شوي شوي شو صار؟ صار عم يحطوا لك ارمات، صار عم يطالعوا بشكل عشوائي بالقطارات، كل يوم مثلا بيطلع لك كبسة ناس تفتش على التيكت. شوي شوي هلا هذا الحكي كله من 3 سنين وجاي، شوي شوي صار ما عم يخليك تفوت على القطار ليشوف التيكت، صار عم يحط لك على القطار ورقة قريتها على باب كل قطار اتأكد انه معك تيكت، لانه نحن بدنا نبيعك التيكت على القطار ومع غرامة زيادة 10%. من فترة قريبة استعملت القطار، كانوا حاطين شايلين هديك الورقة، حاطين حاجزين ليفتشوا التيكيتات لتوصل لعند القطار، وحاطين لك ارمة عند باب القطار، اذا ما معك تيكت بدك تدفع غرامة قدرها كذا، غرامة كبيرة. بعد منا صار ما عم يطالعك لحتى يتأكد من التيكت قطعا من قبل، ما عم يخليك تقرب على بنزل بمحطة ستوكهولم تبع القطارات، بتسمع على الميكروفونات عم يحكوا على الهورنات اللي بالمحطة بكذا لغة انه انتبهوا من النشالين والسرقات اللي عم تصيب بمحطة ستوكهولم. انا يا زلمة الكهرب انتزعت لاكثر من اسبوعين انتزع مزاجي. هذا الشيء اللي صار مثلا هي التطورات اللي انا راقبتها بعيني ما صارت بسبب الشعب السويدي ببساطة. وقت هو يأمن فيك وما عم يسألك على حق التيكت، مو يعني انت تقول ايه هو حمار ما بيعرف ايه بغزة. يا زلمة بالسويد اذا بتمشي انت بالشوارع لكن الناس ما بتقفل بيوتها، انا عم ما بتقفل بيوتها، بيتركوا اغراضهم هيك برات الجنينة برات البيت كذا، ما في بيت مسيج، ما في بيت عليه حديد على الاطلاق. احد اصدقائي احتاج شغلة من رفيقه، اتصل فيه قال له بدي الشغلة الفلانية، قال له روح على البيت خذها انا بالمانيا. البيت مفتوح، الزلمة مسافر بألمانيا، فات أخذ أغراضه ومشي. الشعب وصلان لهي المرحلة من الرقي. طيب شو هالمستوى اللي أنت بدك تنزله؟ شو الشيء اللي مو عاجبك بهذا المستوى بدك تسويه مثلك؟ ما عم بفهم. الأماكن اللي عم يصير فيها العنف والقتل والتفجيرات والجرائم بدولة مثل السويد أو بألمانيا أو ببلجيكا أو واتسو إيفر، هي فقط المناطق اللي فيها اللاجئين. لك ليش؟ لك ليش إذا أنت مو يا اطلع اتعلم صير مثلهم وارجع على بلدك بس تخلص الحرب، نمي البلد لحتى تعمل نهضة تقربها للنهضة الأوروبية. نحن بالدول العربية كل المفكرين اللي يعملوا لنا نهضة قبل 100 سنة هن الناس طلعت على أوروبا، درست بجامعات أوروبا، تثقفت ورجعت وصاروا مفكرين كبار بالوطن العربي كلهم على الإطلاق. طيب انت كن من هذا النوع، عيش هون، افهم المنظومة المجتمعية، افهم كيف الناس عم تعمل، اعمل كورس يا أخي، اتعلم، ادرسه بالجامعات، عم يدرس فيك تقدم بمكتب العمل بيساعدك بمعونة، تدرس بالجامعة بتعمل كورسات تتعلم اللي بدك اياه، اتعلم اترقى كذا. اذا انت مو حابب هي البلاد ارجع على بلدك، كون انت جايب شيء مفيد منها. اللي عم يصير انتو عم تنقلوا بس العالم الثالث لهي الدول، وصدقني ما نتوقع انه اوروبا حتضلها فاتحة الباب للاجئين. بمعنى بكره وقت اللي اوروبا بدها توقف الباب ضد اللاجئين لا تقولوا عنهم عنصريين، لانه الحق معه، هو بده يحمي بنته بالاول، بده يحمي ابنه بالاول، اجباري اجباري. وصدقني نقطة مهمة، مثل ما كلياتنا كنا بدولنا العربية وقت منشوف السياح اجانب ماشيين بنقول لك هذا اجنبي، ولد الشارع العادي رجل الشارع ما بيقول لك هذا كذا، هذا اجنبي، هدول اجانب سياح. طيب نفس الشيء الاوروبيين وقت حينظر لك حيقول هذا لاجئ من شكلك خالص مبين فورا هذا لاجئ، يعني هو ماله مضطر، انت ما فيك تطلب منه لرجل الشارع العادي يقعد يختبرك كل اللاجئين واحد 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 لحتى يفهم توجهك واخلاقك وكذا وكذا وكذا. مثل ما نحن دائما بننظر كرجل الشارع العادي بيقول لك هذا سائح هذا اجنبي، حتى بيقولوا على الاسيويين كلهم هذا صيني، مع انه انا عشت باسيا وبحسن ميز كل دوله وكل عرق، بيقول لك هذا صيني،
هذا رجل شارع عادي، ما بيقول لك هذا ألماني يميني، هذا يساري، هذا مسيحي، هذا كذا، هذا أجنبي. نفس الشيء الأوروبي رح ينظر يقول هذا لاجئ. الإيمج اللي عم نساوه للاجئين إيمج بشعة، إيمج بشعة بكل المقاييس. هذا الشيء حينعكس سلبا على، عم تعمل ماركتينج للعروبة وللعرب عم ينعكس سلبا عليها، عم تعمل ماركتينج للإسلام عم ينعكس سلبا عليه، عم تعمل ماركتينج لدينك عم ينعكس سلبا عليه، لأخلاقك. وقت اللي انت عم تحط له قرآن بالباص، مشغل قرآن او الأذان وتاركه بالباص شغال، 50 زلمة عم يسمعوه، انت ما عم تعمل ماركتينج، ما لهم مبسوطين، ما حيأسلموا لأنه سمعوا القرآن. هذا الهراء اللي تشوفوه على الفيسبوك هي مسخرة اسمها، ما حدا بيأسأل. هذا عم ينزعج، عم يسبك هذا بقلبه، بس لأنه محترم ما قال لك تطفيه. وقت عم فوت على مطعم ولاقي واحد حاطط لي قرآن وقاعد هيك عم ياكل هو ومرته بالمطعم، هيك مشغل القرآن بالصوت العالي، يعني مو انت عم تعمل دعوة انه شيء منيح. هي اشياء عم شوفها بعيني يا جماعة، مو طبيعي هذا الوضع. يا رجل يا رجل، بالسويد بتفوت على السوبر ماركت، واللي عايشين بيعرفوا هذا الكلام، بتفوت على السوبر ماركت بتشتري غراضك، بتطلع الكاشير انت بتمرق الباركود وبتعيب قد ايه غراضك وبتحط الكارت تبعك بتدفع، ما في كاشير بني آدم قدامك، في كاشير على جنب للي بده يدفع كاش، بس بتطلع من الايكيا، بتطلع من الكوب، بتطلع من هدول السوبر ماركت تشتري. الثقة وصلانة لهي المرحلة، تعرف العرب شو عم يعملوا؟ عم يتحربوا، ما شافوني، ما عرفوا، اي حطوا سيكيورتي، صار هيك بيقول لك، الحق عليهم، ليش مو حاطين سيكيورتي؟ يا زلمة يا زلمة، لك جسمي مقشعر وأنا عم بحكي، مو طبيعية الأشياء اللي عم تشوفها. لا، فوق منا بوقاحة يحط سيكيورتي، مين قال له ما يشيك؟ هو أجدب، هو تارك سيارته مفتوحة، هو تارك أغراضه برات البيت، فكرتهم مكبوبين، تارك أغراضه بجنينته برا، فكرهم مكبوبين، عم أخذ له الطاولات والكراسي. يعني يا رجل يا رجل، مو طبيعية هي الأشياء، عم تعملوا إيمج حلوة يعني أنتم؟ للأسف الشديد أخي ديفيد، للأسف الشديد، يعني عندنا في مثل بيقول إذا أكرمت الكريم ملكته وإذا أكرمت اللئيم تمرد. والمشكلة ثقافتنا ثقافة لئيمة، ثقافة ندلة، ثقافة عروبية وضيعة للأسف الشديد، للأسف الشديد ثقافة صحراوية وضيعة. طيب أخي ديفيد، يعني خلينا نحكي عن الاندماج، يعني كيف بتشوف انه ممكن يندمجوا هدول بهالمجتمع هذا؟ يعني بصراحة انا ما بعرف، يعني ما عندي طريقة غير انه الانسان الشرقي هذا اللاجئ يصير يفكر بالاخلاق اللي عنده. يعني مثلا مثل ما قلت، حط دم قلبه بشان يصل لاوروبا، سمعان عليها، وبيعرفوا طبعا، هن بيعرفوا انه اوروبا متقدمه وهن متخلفين، بس لكن يعني رغم انه بيعرفوا انه متخلفين ومصرين على هالتخلف هذا، ما بيحاولوا يفكروا فيه، ومفكرين بتخلفهم انه هن افضل، هن الاسمى، خلينا نقول كعنصر هن اسمى من العنصر الاوروبي، يعني لأنه هم مسلمين، لأنه دينهم أفضل دين في العالم، هم كانوا خير أمة للأسف الشديد. جان، مشكلة الاندماج مشكلة الحقيقة، ولحتى أكون منصف يعني هي ما لها مشكلة جديدة، وما لها بس مشكلة مع العرب، يعني بكل دول العالم الكبيرة اللي بتستقبل لاجئين وبتستقبل نازحين أو مهاجرين بيصير فيها هي القصة. في مجتمع صيني بأمريكا، في مجتمع إيطالي بأمريكا، في مجتمعات عربية تركية بألمانيا مثلا، مجتمعات تركية قديمة بسوريا مثلا، كان عندنا الأرمن مالهم مندمجين مع المجتمع، لهم مجتمعهم الخاص وهكذا. هلا مشكلة الاندماج مشكلة كل الأعراق بتعاني منها. هي المشكلة صدقني هي ما لصالحهم، هي أول نقطة بدهم ينتبهوا لها. يتطلعوا ويتعلموا من تجارب الناس السابقين، الناس اللي عم تطلع على اوروبا، خلينا مخصصين مشان ما شتت الموضوع كثير، كعرب وكمسلمين وكلاجئين اللي هلا عم يطلعوا عموما. هنا بينقسموا بنوعين اساسيين، النوع الاول والغالبيه الساحقه منهم بكل اسف، اللي هن ما بعرف ليه طالعين، يمكن طالع لانه بده البنات سهلين برايه،
لأنه في يحوش مصاري، لأنه في ما بعرف شو يعمل، ويعمل هذا المجتمع تبعه الصغير، ويفتح محل فول وفلافل وكذا، وهي القصص يعمل هي البيئة تبعه. يا زلمة 80% من العرب اللي اجتمعت فيهم هون بدهم يفتحوا محلات عربية، يا سوبر ماركت يا مطعم عربي، هي طموحهم بالحياة. حقبة تانية منهم طالعين على أوروبا وأوريدي كرهانين أوروبا، وهدول اللي أنا ما عم بحسن أتقبل لا من قريب ولا من بعيد. ليه أنت طالع أساسا؟ طالع على أوروبا وكرهان أوروبا. وحضرت مع أشخاص اجتمعت معهم أنا شخصي، عم يعلم أولاده كيف يكرهون هدول أخي المسيحيين، هدول المسيحيين اللي هن بيكرهونا نحن المسلمين، هدول السويديين اللي هن أساس الحرب عنا ببلدنا وكذا. عم يعلم أولاده كانوا 3 سنين و5 سنين هذا الكلام قدام. في نوع حفنة قليلة من الشعب اللي طالع على أوروبا وعرفان حاله إنه هو كان بمجتمع متدني، وصحت له فرصة يطلع لمجتمع أرقى، يحفظ له حقوقه، يتعلم فيه، يتربى فيه، يعيش فيه، يكون مستقبل جيد لأطفاله وكذا. هلأ الحل قدامكم شغلتين، يا بدك تندمج مع هذا المجتمع، تتأقلم معه، تتعلم لغته، تدرس بمدارسه، تدرس بجامعته، تعيش مع مجتمعه، وتبعد عن انك تعمل بوتقات لحالكم. وبهي الحالة رح تصير انت مع الوقت عنصر عن جد حقيقي بهذا المجتمع، واذا اخذت جنسيته فانت تستاهل هي الجنسية. القسم الاخر اللي لا، انا بدي ضل عامل، يعني بدي انقل المجتمع العربي، اعمل مجتمع عربي بالسويد بمدينة او بضيعة او بقرية او بالمانيا او هولندا او واتسو ايفر. هدول صدقوني ما حتكون من مصلحتكم. شوفوا التجارب تبع المجتمعات الأسبق منا، يلي شافوا مثلا فيلم الجاد فاذر لألباتشينو بيعرفوا المجتمع الإيطالي مثلا بأمريكا كيف عايش. فيك تشوف الأفلام تبعات ما بعرف شو أسماءهم هدول تبع الكاراتيه اللي عاملين مجتمعات صينية بأمريكا كيف عايشين، مجتمعات الزنوج اللي رفضوا ينضوا أو ينضموا بالمجتمع الأمريكي كيف ظلوا مجتمعات منغلقة. الأتراك اللي عاشوا بألمانيا صار لهم سنين وعاملين مجتمع منغلق. هاد أنت إذا بدك قررت تكون واحد من هذا المجتمع، فأنت بهي الحالة رح تضلك عم تعاني كل حياتك، أنت وولادك وعيلتك، ورح تكون عايش بمجتمع درجة تانية ضمن دولة درجة أولى. بهي الحالة نصيحتي لك بالأساس لا تطلع، يعني صدقني، يعني هي حتضرك ما رح تفيدك. لا تحلم انه انت رح تطلع وتعمل دولة عربية او دولة اسلامية باوروبا، ما رح تصير هي القصة، ما رح تصير لا من قريب ولا من بعيد. يا رجل بكل وقاحة عم يطلعوا يعملوا طالبين بالدولة واسقاط النظام بكل وقاحة، الفيديوهات موجودة، لا رح انفلج انا وقت شفت هي المناظر. مظاهرة بده يعمل، عم يقطعوا الشوارع لحتى يعملوا صلاة جمعة مثلا او صلاة عيد. يا رجل مو طبيعية هي الحركات. لك كيف بدك اياه يتقبلك؟ لك كيف بده يقول لك مرحبا؟ الحل الوحيد انك اخي منيح استعمل الاسلوب الخبيث، اخي انا موافق معك، كون خبيث يا اخي، انخرط بالمجتمع وكون مثالي لابعد الحدود، وكون انسان نظيف واخلاق وكذا وكذا، وما في عليك اي حدا مزعوج منك بحياتك. ومعلش يا اخي بعدين ربي ابنك انه يجمع حالهم ويصير اولادك يستلموا السلطه بطريقه او باخرى، او احفادكم او كذا، ويعملوها اخي دوله اسلاميه. اخي ماشي سامح له، بس مو بهي الطريقه الغوغائيه. يعني ما بعرف يا جان، موضوع كثير عجيب. لهن عن جد وقت عملوا مثلا هدول عملوا المظاهره بالدنمارك، يعني عن جد متخيلين انه والله رح ينزل الملك تبع اسقطوا العائله المالكه ويطلعوا يعملوا الخلافه مثلا ورايات سوداء؟ يعني طبيعيين عم يتخيلوا هذا الشيء ممكن يصير؟ للأسف للأسف الشديد أخي ديفيد، يعني الوهم يعني متوحش في عقولهم للأسف الشديد. طب معنا اتصال من الأخ جون، تفضل أخي جون. مساء الخير، عامل ان يكون الصوت واضح؟ مساء الخير، مساء الخير، صوت واضح، تفضل. انا بحييك اخ جان، بحيي الاخ ديفيد، هو رجل شجاع وبطل، وبحييه على جرأته في تحدي اللاجئين اللي بيخربوا في بلاد اوروبا. انا في عندي رساله للاجئين اوروبا لو سمحت لي بس، يعني تفضل تفضل، بما انك لا طبعا كلنا لاجئين للاسف الشديد. في قبل الرساله بس هي
ملاحظة صغيرة أنا حكيت لك إياها قديما، إنه أنا تعرفت على لاجئين وأنا وألمان وساعدناهم وقدمنا لهم كل المساعدات، بعد ما قدمنا لهم كل المساعدات عشان أنا اسمي جون ملحد قالوا لي أنت كافر وأنت حلال قتلك، وحكيت لك إياها القصة طبعا هذه. طبعا اذكر هالشيء. طيب أنا أحكي لك الرسالة هذه للاجئين أوروبا. يا مسلمين، ألا يكفيكم الدمار والخراب والقتل والذبح الذي ألحقتموه في دولكم الإسلامية بسبب تطبيقكم للشريعة الإسلامية الظلامية، وتريدون الآن تطبيق الشريعة في أوروبا؟ أتريدون إلباس نساء أوروبا أكياس الزبالة السوداء وعملهم عبيد كما فعلتم بالنساء في الدول الإسلامية؟ يقام الإرهابيون بالعمليات الانتحارية والإرهابية في باريس وبروكسل، لأن الغربيين بحسب رأيهم هم كفار يستحقون القتل تبا لهذه الحياة الظالمة التي فيها يسمح للمسلمين في أوروبا بتطبيق الشريعة على المسلمين ويقومون ببناء المساجد ويدعون الغربيين إلى الإسلام ويوزعون القرآن في شوارع وبرلمانات أوروبا بكل حرية، ويسمح في أوروبا لأي شخص غربي التحول إلى الإسلام بكل حرية، ولكن في الدول الإسلامية يحكم على من يرتد عن الإسلام بالقتل تبا لهذه الحياة القاسية التي تعطي الحق للفاشي والنازي الإسلامي بنشر فاشيته ونازيته وإرهابه في أوروبا، ولا يسمح للملحدين والعلمانيين بنشر التنوير والحرية في الدول الإسلامية. لذلك سؤالي، كيف يمكننا دعوة المساواة بحيث لا يسمح الغربيين للمسلمين بنشر إسلامهم وبناء مساجدهم في أوروبا إلا عندما يسمح المسلمون للملحدين والعلمانيين بنشر التنوير والحرية في دول الشرق الأوسط؟ شكرا. شكرا لك أخي جون، شكرا كثير لك. في عندي تعليق من الأخت سوما شاين، بتقول مساء الخير جان وتحياتي لضيفك. في ظاهرة كمان شفتها بأوروبا، بأنه الرجل الشرقي مفكر حاله جاي لأوروبا لأن البنات الأوروبيات راح يقتلوا حالهم عليه، وهذا بالفعل هذا شيء منتشر جدا، إنه مفكرين حالهم يعني السبع البرمبة، وهن أصلا يعني ما راح احكي كثير لانه الموضوع هذا موضوع بالفعل حساس، انه مفكرين حالهم اوروبا ما في شباب عم بيستنوهم القمار الشرقيين المسلمين تعول عنا يعني. المهم، فعم تقول مفكرين راح يقتلوا حالهم عليهم، بنفس الوقت بتلاقي كمان خايف على مرته واولاده حتى ما يصيروا مثل الاوروبيين. مشكلتهم انه في عينات عديمي الاخلاق ويموتوا اذا بشوفوا اوروبيه بالشارع، وبيجي بكل وقاحه بقيم الاوروبيين انهم بلا اخلاق لانهم من وجهه نظره بلا دين، وبالتالي الدين يعني الاخلاق، مع انه العالم ريتشارد داكوينز كان له راي بان الاخلاق لا علاقه لها بالدين، وهذا يلي لمسناه بالاوروبيين باخلاقهم واحترامهم. أنا برأيي إنه شعبنا المتخلف بحياته ما راح يتغير، لأنه حتى لما عم يوصل لأوروبا عم يبني يرجع مجتمع صغير من نفسه، بلده وعاداته وتقاليده. أعذرني لعدم اتصالي، لدي ظروف خاصة. أكيد أختي ما في مشكلة نهائيا. تقول أيضا كيف بدك تقنع هذا الشخص المتخلف انه على خطأ؟ اصلا في كثير اشخاص من ادنى ما يكون ثقافيا واخلاقيا لابسه شحاطه اصبع وريحته طالعه، بيجي بينتقد رفيقه يلي مثله بكلمه الله يعين اوروبا شو عم تحوي. كيف بدك تقنع هيك بني ادم انه الله يعين اوروبا لانه حوته له اصلا؟ يعني بالفعل في عندي من سامي عم بيقول صديقي جان اتصل ممكن؟ اوكي يا صديقي سام، انا راح اتصل فيك وممكن. تفضل اخي سامي، يا ريت بس اليوتيوب تشيله على طرف شان الصوت. تفضل. اسمع، تفضل. اهلا صديقي جون، كيف احوالك؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا سامي، تفضل. مرحبا بالاخ ديفيد. انا ساتكلم حول موضوع اللاجئين، لكن كلامي لا يعني
يعني بأني يعني أنا أحب المسلمين وحتى اللاجئين موافق عليهم، مش حتى بالملايين أوروبا، أنا عايش من زمان في أوروبا وأنتخب كذلك. لا يفهم كلامي غلط، سأتكلم بصراحة كالعادة. أولا تصوروا أنتو الواحد بحياد يحط لحظة نفسه في مكان أوروبي، يشوف الفيديو، يشوف اليوتيوب، يشوف مثلا واحد انتشر كثير هذا الفيديو، لاجئ، هم اللاجئين كل الجنسيات مش كالسوريين، يعني ما نقصد السوري، يعني كل الجنسيات، لاجئ يعني يتكلم في الترام مع بتاع التلفزه، يعني يعدي في التلفزه البرنامج، قال له اللاجئ، قال له انا جئت هنا لالمانيا، هدف الوحيد هو اذا كان ندخل واحد بس الاسلام واموت. فهمتني شو العقليه يعني؟ فهمتني؟ طبعا طبعا. الفيديو الاخر ثم لاجئين في الشط في المانيا يعملوا الصلاه، هذا اصيل ايماج تعدت برشا، لاجئين يعني امام برلمان في السياد، هذا والاخ ديفيد في السياد، قبل جوا السلفيين قدام البرلمان وياخذوا علم داعش، علم الاسود لك هذاك، ويقولوا يعني الله اكبر الله اكبر كثير قدام البرلمان السويدي. فهمت؟ في انجلترا ثم كنت تقول خاطر لندن كبيره، لكن البوليو يعني كبير، ما يدخل فيها واحد انجليزي، دخل انجليزي جورنالست بسيارته ضربوه، ضربوا واحد سلفي عنده لحيه وعنده اللبسه الافغانيه، برا عايش في افغانستان ولا في طرابورة ولا في بيشاور يا اخويا، ليش غادي؟ فهمت؟ وثم في انجلترا، ثم بون الاغتصابات في المانيا، والله يعني شعرت، ما نعرف الليله هذيك شفتها، يعني شعرت، ما نقولك شعوري، يعني كيف راهو جماعه، راهو مش واحد يغتصب، يعني جماعه، حتى المانيه عملت الفيديو قالت لهم جيتوا مثلا شفقنا عليكم، بعد تغتصبوا لي بنتي قدام منزلي. فهمت؟ تصور ولت ميركل، انا شفت التيكت، كوبي تاع التيكت، اعطتهم تيكت باش يمشوا المحل العمومي مثلا، باش يفردوا على ارواحهم، خاطر مساكين فيرج وما يعرفوا الصوم كيف محمصه الكس، يعني نقولوا بالتونسي سامعني بالكلمه هذه. وثابنا واحد اخر قالوا لي اغتصبت انت؟ قال على خاطر انا مانيش مولف، انا بالطفله تلبست جين ولا حاجه فهي مبرجه فهي عاهره فاغتصبها. فهمت؟ وفي هامبور امام جامع قال ما هو خاطر البرفان هذاك عاش يستاهلوا مثلا، خاطر ما عملوش البرفان هذاك نتاع الدور، ما اغتصبوهمش. فهمت؟ يعني حاجه تدوخ يعني. فهمت؟ عندما في المترو تم فيديو مر كثير، واحد في ستوكهولم، لا فائده باش نذكر الجنسيه، عربي مسلم، يعني في المترو واحد سويدي سكران فطاح في سكه المترو، ما يعرف الكاميرا تصور، خاطر كل شيء هبط، سرق له السطوش نتاعو نقوده وطلع وخلاه في المترو، خلاه في السكه، في السكه اللي يجي المترو يقتله، يعني ليه كل انسان على الاقل خرج من المترو بعد لا تخسرقه. فهمت؟ ثم يعني كثير حوايج، وسلفي في باريس في البيوسك، الناس كل شافوها بلحية افغاني، يعني يدعي على الكفار والمسيحيين شنو، والله اكبر، الله يجمد دماءهم، الله يتم اطفالهم في باريس، والناس يشوفوا مع خاطر الدماء، هما كومليان يعني كالضباع، يعني يكون كثير، لو واحد وحده يخاف، عندما يكون معها كثير كانوا يجي خمسه ولا عشره خارجين من الجامع في البيوس هذيك، الله اكبر الله اكبر، فرنسا يشوفوا. فهمت؟ حسب يقرا اوروبي، حسب المخابرات، انا قريت الرابور هذا، حسب المخابرات البريطانيه 4000 داعش يدخلوا مع اللاجئين، واللاجئين كثير يعني مليون ونص ولا قداش، انا يعني ممكن يعني انا قريت المخابرات. والان ولا الاوروبيين يعني في فرنسا، ما عرفتش شفت لاكورس، في الكورس كي يهجموا على الكراتين تاع المسلمين وحرقوا يعني والجامع، وحرقوا القران ولوحوا له من الغزير في الجامع في فرنسا، يعني في السياد اصلا شفت يضربوا جماعه الدروات المسلمين، يشوف مسلم يضرب في المانيا كذلك، حطوا يعني واحده شو اسمها جرونات، لكن رزمو ما تفجرتش يعني، وما نفهمش حاجه اخرى، كيف يبقوا هذوما بربي يجوا يجوا ويحبوا يعملوا الشريعه في اوروبا؟ لو انت هربت من الاسلام،
انحرفت من الذبح. الاسلام هو محمد هو الشريعه، يعني تعليم بدو السحره تاع قريش ويثرب هذيك المشكله، وتجي هنا وتحطوش الاسلام تتهرب منه الاسلام يعني، فهمت؟ هذه ما فهمتهاش انا الكوش ستيفن، نولي ملحد والا ندخل الديانه اللي استقبلوني بصراحه كلها، فهمت؟ يعني اما مش في الاسلام يعني مستحيل، خاطر فهمت لان المشكله في الاسلام، فهمت؟ هذه هما مش كنت نشوف في الفيسبوك يقول لك لنشر الاسلام، احنا قبل باش نشروها ما نجمش بالسيف تو نشروها بالعدد، يعني تناجح وتكاثر وبعد يعني ولوا ساعتها في الانتخابات يعني يعملوا الشريعه، يعني غلطه كبيره. انا مثلا العرب مثلا ما نعممش، والله اكبر عنصريه في العالم، ما نعممش مش الناس الكل. انا في تونس مثلا باش نعطي جست اكزومبل صغير حضرت عليه، فلسطين جونا في عام 82 حرب لبنان، والله يجوا بالدولارات كل شويه، التواسة ما نقولش كل طيبين لك تما فيهم، خلوا علينا الخبز وما نعرف شنو، ولو كان وضربوا في شمال افريقيا شفت بلدين يضربوا في الكحل، تصور الكحل يعملونا احنا يغتصبوا لنا بناتنا ويعملونا بومبا ما نعرف شنو، مسكين حتى باحترامي الافريقيين، فهمت؟ ترى ذبحناها قطعنا ايديهم ورجلهم من خلاف، قطعناهم اربا اربا، فهمت؟ انا كنت نزور في السياد قبل كثير دنمارك، سيرتو سياد دنمارك، بون يعني كانوا طيبين والله، ما تصور كي تحبوا المسلمين العرب والاجانب يعني تبدلوا كومبليتوم ويكرهونا، هذه حقيقه. اما الجوامع كما قالت السعوديه ان يعني ما قبلتش اللاجئين السياسيين، قال لك السوريين وكل ما نعرفش عن الثقافه، وهم كل احفاد محمد، فهمت؟ يعني عندهم اسلام، حبوا يبنوا 200 جامع في المانيا. يا اخي انت الجوامع بتاعك سكر والديهم الكل، انا في اوروبا الكل، علاش؟ اوكار ارهاب، كل الارهابيين خرجوا من الجوامع. في بن قردان اخيرا 51 واحد خرجوا من الجوامع واذنوا وقالوا الله اكبر باش يفهموا يعني الارهابيين كيف. وفي باريس خرجوا من الجوامع اقليه من الحنت، انا تكذب عليك، اي جامع يكون خرج من ارهاب سكر والدين والديه، فهمت؟ هذه من غير يعني، وانا ننصح الناس نقول لهم يا اخوي اتركوا الاسلام اللي جيتوا لاوروبا، راه الاسلام هو اللي هربكم، هو اللي خرب دياركم. بالضبط اخي سامي، بالضبط يعني الاسلام هو خرب كل شيء. انا بتشكرك كثير اخي سامي على هالمداخله هي، تحياتي. تفضل اخي ديفيد، شو تعليقك والاسئله اذا هلا؟ اولا برحب اكيد بكل المداخلات اللي دخلت جون وصديقتنا سوما وسامي. صديقي شوف، هلا سوما حكيت على موضوع انت يعني حسيته شوي محرج انك تحكي فيه، لا انا بدي احكي فيه. انا قلت لك بدي يكون يعني شيلني عن كل هاي المداهنات، لانه شوف ما حدا بيتعالج الا لتقول له انت مريض، هاي نقطتي الاساسيه. انا مالي جاي لحتى اوزع يعني ابر مورفين اكثر من ابر المورفين اللي اخذينه عمي. الحالة اللي الناس مفكرتها انه عن جد انه انت بتطلع على اوروبا كرمال بنات اوروبا حيقتلوا حالهم عليك، يعني يا جماعة يعني هي قصة سخيفة. هذا كان يضحك عليك ابن عمتك وابن خالتك وقت كان يطلع على اوروبا بزمان واجا قال لك اياها، لك يا عمي ما عم تشوفوا حالكم مقارنة بهدول الناس الاوروبيين؟ لك يا رجل ملائكة هدول، لك هدول حور العين هدول عن جد. شيلني عن العادات والتقاليد، وشيلني عن ريحة جراباته اللي طالعة، وعن شكله وعن كذا وعن كذا. لك حتى بالسكس هالأوروبي أحسن منه، بكفي هداك ماله مختون يعني. شيلني هذا موضوع على جنب، بس اللي ماله مختون بالسكس أفضل من المختون بالنسبة للبنت. يعني عن جد مفكر حالك رح يقتلوا حالهم عليك بنات أوروبا؟ لك وقت عم تضحك لك لأنه هي متعودة هيك. يا زلمة أنا قليل لأضحك. وانا ديك المره كنت عم اقول مع حدا من الاشخاص قلت لهم انا بدي اعاني للاقي وظيفه هون، لانه انا ما بضحك هون. اي حدا بيضحك بوشك هو عم يشتغل معه كذا، هي عم تضحك لك مو يعني مثل وقت ضحكت لك من جارتكم يعني تعال معي لورا البنايه. لك هي التصرفات عيب عليكم، لك هذا اختلاف ثقافي رهيب. بعدين هو عم يخفلي على بناته وعلى مرته من الاوروبيين ليتحرشوا فيها، يعني سوري منك كمان. لك يعني حدا بيترك الحور العين؟ يعني معقول انت طالعين مفكر انه تلاقيها بدها تطلع وتزبط المانطه والحجاب وهي القصص وخايفه ليطلعوا عليها الحجه وما لك. يا جماعه افهموا حالكم، انتوا عايشين بثقافه مختلفه، بثقافه غير، وكل التصرفات هي اللي عم تتصرفوها. يعني انت مالك شبكول، يعني
يعني وقت انت عم تلطشها للبنت، يعني مو انت شبكوله لحتضحك لك، لحتنفلج، لحتتضايق، لانه هي مو متعوده حدا يلطشها. باوروبا مو دارجه القصه، ما في جوع جنسي مثل ببلادنا. باوروبا من عمره 16 سنه عنده جيرل فريند، ماله مضطر يلطش حدا، مو مثل الثقافه تبعنا. وقت انت عم تلطشها او عم تتحرش فيها عم تنزعج، انت ما حتشوفك انه كول مثل البنت اللي متعود عليها كنت ببلادك. يا زلمة واحد عمره 45 سنة عم يحكي لي مرة بكل فخر، فاتحين لهم مسبح كانوا سامحين للاجئين وللسويديين ولكل العالم، خلص المسبح مفتوح. مو بس هيك، اللاجئين مسمح لهم يروحوا على المسبح ببلاش، السويدي بيدفع فلوس، اللاجئ منشان يرفه عن حاله بيفوت ببلاش. عمره 45 سنة ما له مستعمل فرشاية الأسنان من 30 سنة، يمكن آخر مرة استعملها وقت استعمل العضاضة وقت عم يطلع أسنانه الماما جابت له إياها. عم يروح على المسبح عم يحكي لي بكل فخر انه كيف بيتحركش بالبنات اللي متسطحين على الشزلون، كيف يلاقي بنتين عم يسبحوا وبينزل بيناتهم بصير قال بده يرفعهم ويلعب معهم ويرش عليهم مي وكذا وكذا. ومستغربين ومزعوجين اللاجئين ليش بعد بشهرين عملوا منع، حطوا ايام معينة للاجئين وباقي الايام للسويديين. مستغرب، اشوف شلون عنصريين. لك يا رجل يعني عيب عليكم هي الحركات، لك حط حالك مثل ما قال صديقنا قبل شوي، حط حالك محله، حط حالك محله لهذا الزلمه. كيف هذا بيأمن بيبعت بنته لك بيغيروا ثيابهم هون باوروبا، بيغير ثيابه كله بالمسبح او بالبحر او بالجيم او واتس سو ايفر، بيشلحوا بيظل ربهم وبيرجعوا بيلبسوا عادي، ما حدا بيطلع بحدا. هي ثقافتهم. وقت ابنك عم يشلح بالمدرسه مو يعني هن عم يشلحوه لانه ابنك بده يشوفوا له فرفورته، يعني ما لهم سائلين عليها. بتلاقي الواحد فيهم عم يروح بس هيك تبع ليتطلع على البنات وليتطلع على الكذا ويقول لك فاتوا على الساونا بالضبط وقاعد عم يتفرج عليه. لك يا جماعه عيب، لك عيب، قاعد عم تقيم اخلاقه وعم تقيم كذا، لك هو ما عم يفكر بهي القصص اللي عم تحكيها، ما عنده جوع جنسي. هذا بيجي بيقول لك اخي الله يعين اوروبا، لك هو نفسه مثل ما قالت صديقتنا سوما، هو نفسه بيكون عم يقول لك الله يعين اوروبا شو بدها تحمل لاجئين. لك انت اول واحد الله يعين اوروبا عليه، انت اول واحد فيهم، لك شو بدك تقول له يا هاي؟ اقسم بالله شو بيضحك. بالضبط بالضبط اخي. في طب سؤال الاخ جون، بس عندي اتصال قبل السؤال. على هو كانوا اذا بس تلغي اليوتيوب عندك عشان الصوت يكون واضح. تفضل. تحياتي لك ولضيفك السيد ديفيد. اهلا وسهلا فيك اخي، تفضل. برنامج اليوم كثير ممتع كثير شيق، بس بدي انا في عندي اربع نقاط بدي اعلق فيهم. تفضل. اول شيء انه بوقفك معه انه اللي عم بيروحوا لاجئين بروحوا بسبب في كثير نسبه رفاهيه. انا عايش وانا بارمينيا بتعرف، عم بيجي ناس ارمن سوريين معهم جوازات ارمنيه عم بيعيشوا هنا، بعطوهم بيوت، عم بعطوهم رواتب، بساعدوهم بالاكل، بلاقوا لهم وظائف. مع هذا بيجي معك وبايع بيته وبايع شغله هناك مع 100 150 الف دولار تقريبا او بجوز اكثر، يعني في ناس اكثر من هيك عم بدفع لمهرب 10 15 الف يورو عشان يطلع على السويد ولا على المانيا وهيك. هاي نوع من الرفاهيه. هاي حالتين صاروا انا قدامي مع اصدقائي. شغله ثانيه، في نقطه، في لاجئين مش لاجئين هم اصلا، يعني بعرف انا سوريين، انا بتعرف كنت عايش بالاردن، في سوريين ولدانين بالاردن، اولاد صفي يعني ولدانين بالاردن، ما عمرهم وصلوا سوريا. يعني انا رحت سوريا اكثر منهم. سياح ذهب وضعهم كثير كثير المادي جيد، عندهم بيوت، راحوا باعوا الذهب اللي عندهم، باعوا كل شيء، اجروا بيوتهم وطلعوا بهوياتهم على كندا لاجئين. على اساس انه زي نوع من الرفاهيه كمان. بس انا في عندي سؤال يعني لضيفك الكريم. تفضل. هل يرى ضيفك انه اوروبا تستحق ما يجري لها بسبب التساهل في القوانين اللي موجوده عندها؟ انه في نوعيه قوانين عندها فيها تساهل كثير مع الناس، ما عمالهم بيرجعوا للخلفيات، ما عمالهم بيرجعوا لشو في عندهم او يتعاملوا مع الدول الاصليه لهم. شغله ثانيه، شو الحلول اللي ممكن اوروبا تتعامل فيها مع اللاجئين؟ فقط هاي هي، انه حتى يخلص من المشكله يعني، بس انه فعلا انه اذا بننكرها انها مشكله بنكون احنا عميان. بس شكرا لك ولضيفك شكرا كثير اخي خانة، شكرا كثير لك، شكرا. طيب في عندي سؤال من الأخ جون قبل ما عم بقول، بس ما تنسى طرح سؤال يا حبيبي. كيف يمكننا دعوة الغربيين للمساواة بحيث لا يسمح
الغربيين للمسلمين بنشر إسلامهم وبناء مساجين في أوروبا إلا عندما يسمح المسلمين الملحدين العلمانيين بنشر تنور الحرية. في عندي اتصال من الأخ أحمد، بس كمان تفضل أخي أحمد. ألو، مساء الخير عليكم. مساء الخير، أهلا وسهلا، تفضل. أولا أنا مو لاجئ، أنا لساني ساكن في العراق، فحبيت أكون مداخلة من شخص مو لاجئ. تفضل تفضل أخي. أولا أنا أحب أتوجه بالشكر الجزيل لكل من يقدم الآن قضايانا في الشرق كالعلمانية والإلحاد، أحمد حرقان، أمير البعث، الجهر بالإلحاد، البطل الأسود. أشكر كل الجروبات وكل من يحاول أن ينشر الوعي، وأشكر بالأخص نبينا سامي بالنسبة لقضية اللاجئين المسلمين. إذا أحد فليشاهد فيديو لعمر خالد يتحدث أن سكان أوروبا لا يخلفون بينما المسلمين يخلفون، ولذلك سيصبح في المستقبل أغلبية سكان أوروبا من المسلمين، والذين سيؤثرون بالقرار حول العالم، لأنه في ثقافتنا الشرقية هون إنه خلف والطفل يأتي برزقته. صحيح صحيح، للأسف يعني مثل هذا عمرو خالد، هذا المجرم الإرهابي، هذا الوضيع، يعني التفكير بهالطريقة هي تفكير وضيع، أي منحط إلى أبعد الحدود، إنه راح نسيطر على أوروبا ونحن وبشو التكاسل. يعني أنتوا شو، أنتوا أصلاً لا شيء، أنتوا لا شيء. العدد يجيب 50 ألف، مليون حمار بيتموا حمير، يعني الحمار بيتم حمار، يعني إذا صرتوا 100 مليار بتموا حمير حيش السنة. تفضل أخي نعم أحمد، آسف للمقاطعة. لا طبعا طبعا، لأنه في الثقافة الأوروبية أنا أشاهد إنه الشخص بيخلف شخص طفل أو طفلين، بينما عندنا بيخلفوا 7 8 9، يعني وبيعيشوا في فقر يعني ومعاناة. مع ذلك يعني الأوروبي يعيش ولد أو ولدين عشان يقدر يعيشهم عيشة كريمة، عيشة غنية. إذا في وقت حابب أقرأ ما كتبته في وقت. بس العلاوة باختصار، لأنه الحلقة ما بدنا تصير طويلة، وفي عندي كمان مداخلات تانية بصراحة. طبعا كتبت شيرين فواز بأحداث بلجيكا عن السكان في فرنسا، إنه لما قدمت إلى في فرنسا سكنت في أحد ظواهر باريس العربية والأفريقية، تلك الضواحي التي تسميتها بعشوائيات باريس، وعلى عكس ما تصورت وجدتها أفضل من أي سكن في البلدان العربية. وجدت امرأة شرقية وجارتنا التي تسكن، يعني هم حاولوا يقتلوا كلبها وحاولوا يزعجوا زوجها، بحيث هي هاجرت من كثر الإزعاج وكثر الدعوة بيناتهم والتصرفات الهمجية للمجاورين، إنه بسبب الثقافة إنه الكلب نجس، بسبب إنه حالة التحرش، إنه في أحد مغربيات واحدة تركت الحجاب في حدا اغتصبها، وفي كمان انه يعني في هاي الضواحي اللي يسكنها اغلبها جزائريه، في انه اذيه او سرقه الاشياء من الكفار هي حلال، وفي بعض النساء بتخلف اولاد كثير بس علشان تحصل على يعني راتب زياده، مصاري زياده. اكثر. صحيح صحيح. طيب شكرا كثير لك اخي احمد. اشكر، انا اشكر. العفو أخي العفو. طيب أخي ديفيد، منين نبدأ؟ صار في مداخلات كتير، بدك تساعدني بتنسيقهم. بالضبط، سؤال، خلينا نبدأ من سؤال الأخ جون، إنه كيف بدنا نخلي أوروبا
تعاملنا بالمثل، يعني ما يخلونا ننشر، ما يخلون ينشر الإسلام، حتى يخلوا الدول الإسلامية تسمح بنشر العلمانية مثلا، خلي السعودية تبني كنائس أو تخلي الملحدين يحكوا على كيفهم، يسوون جرايد أو شيء من هالقبيلة. تفضل. هلا ما بتخيل انه اوروبا فيها تضغط بهذا الشكل على الدول الاخرى انها تبني، مثلا السعودية تبني كنائس او يصير في حرية تعبير؟ يعني لانه كل الدول اللي موقعة على اتفاقية اصلا حقوق الانسان واللي من ضمنها حرية التعبير بداهة ما لها ملتزمة بهذا الشيء مثل دولنا التعبانة. فاوروبا ما فيها تلزم بهذا الشيء، لكن اللي حيصير بكل أسف إنه أوروبا هي اللي حتصير تشدد ببلادها على تقيد حرية التعبير. يعني أنا بتوقع هذا الشيء، وما لازم حدا يستغرب إنه يصير هذا الشيء ببساطة. لحد تعمل تقييدات أكثر بكثير من قبل، من ناحية منح الإقامات الدائمة لتسمح للأشخاص يظلوا عايشين. يعني الأشخاص اللي كان عم يحكي صديقنا هلأ من العراق عنهم، هذا اللي بيجي عم يعيش مثل ما يعني نظرية عمر خالد اللي هن اللي بيحكوها، وأنا شفتها كتير عم تنحكى، إنه أخي هدول ما بيخلفوا أولاد. هلا أولا حبيبي شوف، يعني هدول ما بيخلفوا أولاد مو لأنه معهم عجز جنسي، لأنه هدول ناس عايشين بتنظيم أسرة. يعني هن مو يعني أنت مالك أشطر منه بإنك تعمل سكس، ولا هو ما بيعرف يعمل سكس وأنت اللي بتعرف، مشان هيك هو أنت بدك تخلف ومشان هيك صار اسمه قار عجوز. هدول ناس عايشين بمنظومة اجتماعية مختلفة عن طريقتنا. ببلادنا بيخلف 10 أولاد، بيطالعوا من المدرسة من الصف الخامس والسادس أو التاسع whatsoever لينزلوا يشتغلوا لحتى يجيبوا له مصاري ويصير هو الآغا. بهدول الدول مو هيك عايشين. هدول الدول لا، في منظومات تكافل اجتماعية بكل هاي الدول، طبعا على رأس الدول الاسكندنافية أكثر من دول أوروبا العجوز، منظومات تكافل اجتماعية، بحيث انه انا ما عندي راتب مثلا 2000 دولار بالشهر، 2000 يورو بالشهر، بدل ما اصرفهم على 10 اولاد، لا انا بحط بخليهم على ولدين، بدل ما كل ولد حصته 200 دولار بالشهر بيكون كل ولد حصته 1000 دولار بالشهر. فانا بنمي اشخاص بكواليتي اعلى، ولهذا السبب اوروبا عندها كواليتي اعلى. هن ما لهم بحاجة يبذروا كتير مثل بلادنا. هن موضوع العمالة anyway خالصين منه. يعني بأوروبا ما عادوا بحاجة عمال بدرجة في مكننة، في الصناعات صارت آلات عم تشتغل فيها كذا، ما عدنا مثل بلادنا التعبانة. يوم تنضرب سيارته بكبة بيجيب واحدة غيرها، ما بده حداد وصواج ودهان والقصص. حياتنا اللي احنا عايشينها بدائية، اللي احنا بمجتمعاتنا لساتنا المجتمعات المتخلفة بمعنى الكلمة، اللي احنا عايشين على الكترة تبع نتكاتر سوا لحتى نحصد الأرضون، بيجيب حصادة واحدة عمره 70 سنة بيدور الحصادة بيشغلها، خلصنا ما بده 30 ولد تحت ايديه ليشتغلوا. فهلا ما تفكروا هن بحاجة الشباب، هي نقطة أساسية. لو وقت بدهم شباب ما لهم صعبة انه يعملوا سكس أكثر ويجيبوا شباب، هي القصة كثير سهلة، يعني أسهل منا ما في. أنوي هلا هل اوروبا رح يكونوا اغبياء لدرجه انه يسمحوا بهذا الانتشار يصير اللي عم يحكي عنه عمر خالد وغيره؟ لا قطعا لا، يعني قطعا لا. هذا الحلم اللي عم يفكروا فيه، صدقني اوروبا مالهم اغبياء، هن اذكى الناس اللي عايشين يمكن على وش الارض، عندهم افضل تعليم على وش الارض، اهم خبراء بجميع المجالات على وش الارض كلها. فهن الناس عارفين شو عم يشتغلوا. وقت بدهم يلاقوا الكفة حترجح بهذا الشكل، ما في أسهل من إنه يمنعوك منح الإقامات، يصعبوا الفيز، يرجعوكم كذا كذا كذا، هي القصص كلياتها. فهذا الحلم يعني بديهيا ما رح يصير. أنت مالك عايش بإفريقيا لحتى تزبط. هذا اللي عم يبذر 9 أولاد وعايش على التكافل الاجتماعي على السوسيال، عم ياخذ رواتب عليهم كلهم. بعرف واحد هون صار له 25 سنة بالسويد، 25 سنة بالسويد ما بيشتغل. بتقوله ليش ما عم تشتغل؟ قال لك والله صح لي كاشير وما كاشير، بس هي الشغلات ما بتناسبني. يعني انا يعني شو بدك يشغلوك مدير بنك مثلا؟ يعني الاوروبيين يا زلمه مو طبيعي الشعوب تبعنا كيف، يعني الاوروبيين ما عندهم خبر. اكيد بدك تشتغل هي القصص بالبدايه لتثبت جداره، لتثبت انك انت طلعت من مجتمعك هاد، صار عندك عقليه عظيمه، تترقى وظيفيا وبتصير. وشفناها بكل المجتمعات، بتلاقي أشخاص من خلفيات
جاي من عن طريق هجرات او جاي لاجئين او كذا، اولادهم عاشوا واشتغلوا ودرسوا باحسن جامعات وصاروا تصوروا صارت شركات عظيمه بالعالم منهم. بس انت وقت بدك تضل متقوقع بمجتمعك وعامل البيئه تبعك وعايش بالحارتين هدول تبع الاكل تبعك وكذا وكذا ومجتمعك هذا، وما بدك تشتغل وما بدك تتعلم، والله عمي انا ميكانيكي، انا صار لي 20 سنه ميكانيكي، هون ما فيك تشتغل لتاخذ سيرتيفيكيت، بدك تروح تدرس لو صار لك 20 سنه، انا شو بيعرفني ما تكون اجدى ب 20 سنه قاعد، بدي اعمل لك امتحان وتعمل دراسه وتيست وكذا والى اخره، السويدي بيعملها، الالماني بيعملها، الهولندي بيعملها، مين انت لحتى ما تعملها؟ ببساطه هلا وقت بدك تقعد تنعزل فاجباري بدك تحس انه ما رح يصح لك اكثر من كاشير وشوفير وهي الاشياء المهن البسيطه اللي انت ما حتعجبك، فحتعيش على السوسيال وتخلف كثير اولاد فحتتقلع بعدين. الموضوع كثير سيمبل، اذا كانوا بالسابق ما عم يقلعوا لانه ما في ضغط، اليوم صار في ضغط مهم، يعني التعداد اللي فات على السويد مثلا كفيل يغير ديموغرافيه البلد، هن ما حيسمحوا لك تغيرها او باوروبا كلها عموما. فهن اللي حيكونوا واعيين لهي النقطة، وهن أكيد أذكى مني وأخبر مني بهي الأمور والدراسات، فبسيطة. بس أنت بدك تعيش بهذا المجتمع كتير تتوقع تاخذ رفض أو ما يتجدد لك بعد ال5 سنين أو 3 سنين أو كذا اللي هو. هلا هدول الشخصيات مثلا اللي بيطلع لك وتشوفه على اليوتيوب قال أنا مالي طالع على أوروبا، لا بدي لجوء ولا بدي شيء، أنا بدي أنشر الدين الإسلامي، طالع هذا بألمانيا الشخص. يعني بالله جد بشرفك، لك شو عايشين يعني انتوا عن جد لساتكم عايشين بعقلية ما بعرف يعني لساتنا بالغابة؟ لك اوروبا اوروبا هي يا رجل اوروبا، عم تفهم شو يعني سوربون كامبريدج اوكسفورد، فهمان شو يعني يا دو؟ يعني مفكر ابي يطلع بي ما بعرف يا زلمة شو اشياء عجيبة غريبة. بيقول لك انا بطلع وهن ما بيعرفوا بشتغل، بيجي واحد مثلا كتير مشهور على اليوتيوب عنده فيديوهات تبع بيعمل فيديوهات كوميديانية وكذا، ولا حقول اسمه عبد الرحمن الاجاتي مدري شو، انا جاتي من حلب، بيجي بيقول لك انه اخي اهم شيء يا عرب اللي طالعين على اوروبا ما تتركوا دينكم، اهم شيء ما تتركوا اخلاقكم، ما تنسوا انكم انتوا كذا. هو صغير عمره 20 سنة يمكن او شيء من النوع. لك يا عمي طيب ليش طالع على اوروبا اصلا؟ لك طالع تعمل دعوة وتعمل كذا وتعمل تحزبات وتعمل مجتمعات، وبدك يوصفوك مدير بنك ويوصفوك مدرس بالجامعة ويعملوا لك اي وتعيش حياة مرفهة. يعني ما عم بفهم انا، والله ما عم بفهم عليهم يا زلمة شو بدهم. للأسف الشديد أخي ديفيد، يعني المشكلة الأغلبية الساحقة الطالعة لا يحملون غير الشهادة الابتدائية، وبدهم يكونوا بقمة المجتمع. يعني للأسف الشديد عقلية الوهم كله أكل، يعني للأسف الشديد. أنا كبير تفضل. تفضل، لا تفضل إذا في مداخلة تانية خلينا في عندي اتصال، بس أفتح السكايب من الأخ دانيال، كان بده يتصل فينا فقلت له بستنى شوي. انا كان في مداخلة قبل شوي وردتك على السكايب. انا صحيح كان عم بسأل انه هل عم بيقول هل تستحق اوروبا ما يحصل لها، يعني اللي عم بيصير لما هلا من ورا المسلمين، هل تستحق اوروبا هالشيء هذا؟ والله يا جان انا هذا الشيء اللي يدمي قلبي لشغلة بسيطة بس جان، اوروبا هي اليوم العقل للعالم كله، هي قائد العالم ثقافيا علميا بالتطور بكذا. هلا وقت لحنا عم ندمر اوروبا لحنا عم ناخر ركب الحضاره. الشيء اللي عم يصير في اوروبا مو لانه انا بحب الاوروبيين اكثر من غيرهم، انا زلمه عرفت عن حالي ودائما انا يساري لابعد الحدود، وهي القصه بديهيه يعني اكيد ما الاوروبي عندي على راسه ريشه كانسان بينما مثلا الافريقي ادنى منه مرتبه، اكيد لا. لكن ثقافيا انا عم بحكي ثقافيا، وقت لحنا عم نحاول ندمر اوروبا لحنا مو بس عم ناثر لا على المانيا ولا على كذا، عم ناثر على البشريه ككل، عم ناخر ركب الحضاره ككل. اوروبا اكيد لا تستحق اللي صار فيها، اوروبا ما صارت بالشيء الشكل اللي هي شافته الا لشافت ويلات يعني اضعاف مضاعفه عن الشيء اللي احنا شفناه لهلا صدقني. بدءا من يعني شو بدك من الثورة الفرنسية والثورة الصناعية والثورة البريطانية ولليوم، ويلات عاشتها أوروبا لوصلوا لحتى يعيشوا بهالسلام وبهالهدوء اللي هن فيه، ويتفرغوا للبحث ويتفرغوا للأنشطة ويتفرغوا لأنهم يعملوا شيء يطوروا في ركب البشرية اللي كلياتنا مستفيدين منه. هلا نحن طالعين بدنا نبعبص هي القصة،
لا احنا طالعين لحتى ندمر هذا الدماغ اللي مشي اليوم البشرية وعم يقودنا بالأبحاث الطبية والأبحاث الإلكترونية والفلك واللي بدك اياه من العلوم والأشياء. عم نطلع ندمرهم اقتصاديا ومجتمعيا ويطلع ما بعرف لك يا أخي اتركوها، بس اتركوها، لك اتركوها أخي، لسه في العالم كبير، روح افتح بغير أراني، اعمل دول إسلامية بغير أراني، بس أوروبا ما في لك، أولا ما في، يعني هي من الآخر عم أقول لك ما فيك، ثانيا حرام اللي عم تعمله، حرام حرام، عم تدمر البشرية فيها هي القصة. للأسف الشديد السرطان هو سرطان، يعني السرطان أصلا وجوده للتدمير ليس أكثر، والجهل هو سرطان بكل معنى الكلمة. طب معي اتصال من الأخ دانيال، تفضل أخي دانيال. يسعد مساك حبيبي جون ومسا ضيفك، أهلا وسهلا فيك أخي، تفضل. ومسا سيدي المشاهدين، هناك مقولة عربية تقول، أو معظم متعارف فيها تقول، الغضب مقتل الفارس. وما كنت بتمنى للضيف أن يعني يكون في بعض الكلام الصادر عن الغضب، الاختلاف ما حيخلفنا ببعض، هو علماني أخي وأنا دانيال، علماني. دانيال يا أخي دانيال، يعني بصراحة هو الغضب، يعني مقتل الفارس. بس خليني أكمل الجملة بعد إذنك. يعني الإنسان بيغضب ومن حقه يغضب، وكل إنسان من حقه يغضب، يعني الكلام اللي قاله ضيفي أنا متأكد يعني أقل ما يقال عن هؤلاء الوحوش. يعني أنا لا ألوم الضيف، لا ألوم الضيف، لأنه الكلام صادر عن استياء وأكرر عن غضب، وهذا شيء طبيعي سيد جون وللضيف والمجتمعين والمشاهد السادة المشاهدين، هو شيء طبيعي، نحن اليوم فرد من هذا المجتمع ونحن نعاني بغضب بهذا المجتمع. الضيف لاجئ وذكر أنه له باللجوء سنة، بينما نحن أنت أنا جون والكثير من المستمعين بيعيشوا من أوروبا من 7 8 سنين، وأنا وأنت خليني نتحدث عن بعض، وقت لجينا على أوروبا كنا نفس الشيء، لا نختلف عن هذا الناس اللي عم تنجاب سيرتها الآن. العلاج لا يتم بذكر قبائحها، نحن اليوم بنعرف إنه السيدة أو الإيدز بيضرب كريات الدم البيضاء بجسم الإنسان أو بتضرب جهاز المناعة، ما بنحكي عنها، بنحكي عن السبب. اليوم في ناس تعتبر سيد جون وللضيف وللمشاهدين تعتبر بالصف الأول ابتدائي وتم ترفيعها فجأة إلى المرحلة الجامعية، فأكيد بدها تفشل وبدها تسقط هيدي الناس، ما في جدال بهذا الموضوع. والتعييب على هيدي النقطة سيد جون مش كلي، إنه نحن جايين بدنا نلوم فئة من الناس بمختلف اعتقادها، نصهم أكراد المشرد المهجرين، نصهم مسيحيين ونصهم إسلام، لنكن حقيقيين مع الموضوع. أوروبا دخل عليها 7 مليون إنسان، قول مثلا قول 7 مليون إنسان يعتبروا من دول العالم الثالث من المرحلة الابتدائية بالتعامل بالأسرة بتقبل الآخر إلى آخره. أخذتم أنت ودخلتم دفعة واحدة على الصفوف الجامعية، فما تتوقع منه تصدر تصرفات مشرفة، فعم نعاني بالموضوع. ونعم ذكر مسألة مهمة، إنه اليوم بيكون في ناس مثلا معها فلوس عم تيجي تقعد بأوروبا وتقول أنا لاجئ. الطمع سيد الإنسان، أنت اليوم إذا صحت لك فرصة وأنا إذا صحت لنا فرصة يا إخواني إنه نعمل مليون دولار ما حنقول لا، بدنا نسعى إنه نعمل المليون دولار، وإذا اللاجئ عم بيشوف إنه في فرصة يعمل فيها فلوس فعم يستغل الرجل بكل بساطة. لنكن منصفين، لنكن منصفين، نحن هكذا طبعا، هكذا الإنسان هكذا. وأنا الضيف متابع لحلقاته، في سقطات مرعبة سقط فيها بالكلام، وهذه السقطات ما بتعني إنه هو مش فاهمان المواضيع، لا، بس هو عم يتحدث عن مثلا بالدنمارك ما بين كل 5 نساء سوريات توجد، في هذه إحصائية توجد فتاة جامعية من اللي دخلوا على الدنمارك، ليش لم يتم ذكرهم؟ هلا بعطيك الإحصائية. أخي أخي اسمع 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 دانيال، دانيال بعد إذنك، يعني أنا معك بكل ما طرحته صح، فأنت جاييني من، نحن عم نحكي على الوضع الصاير، يعني إذا ما عرفت المرض ما بتقدر تسوي. المرض خليني أكمل يا حبيبي، خليني، أنا فهمتني غلط، المرض أنا أقرت. معلش معلش أكمل جملتي دانيال، نحن عم نحكي على المرض، نحن عم نحكي على الواقع اللي عم بيصير، وهذا اللي عم بيصير اليوم. مشان تشوف علاج لازم نعترف بالواقع اللي عم بيصير،
والاخ ديفيد يعني ما حكى غير الشيء، يعني عم تقول لي سقطات وما سقطات، انا ما شفت اي سقط. خليني اكمل يا دانيال، الله يرضى عليك. يعني واحد يحكي بعدين يلعب الثاني. فالسقطات هاي انا ما اظن انه الاخ ديفيد سقط اي سقطه من هالسقطات اللي انت بتعتبرها. يا اخي خليني اكمل عشان ما تتهمني، خليني اقول لك لا لا معلش دانيال، اذا ما بدك خليني اكمل عشان ما نحكي يعني. خليني اكمل وبقول لك تفضل بعدين تحكي اللي بدك اياه يعني. فالاخ ديفيد ما سقط اي سقطات، عم بيحكي الواقع اللي عم بيصير، وحتى من حقه يغضب، وانا غضبان اكثر منه بصراحه يعني. والمشكله انه لازم نعرف شو عم بيصير حتى ممكن نغير ونشوف حلول بعدين. يعني اذا هالحلقه هاي ممكن نحكي 10 ساعات على مساله انه شو عم بيصير، وبعدين نحكي 100 ساعه على العلاج. يعني ما هي مساله انه نختصرها والله بهالساعه هاي، نحن لازم اصلا بدنا يعني نلاقي لهم حلول كاملة، يعني ما بنقدر نلاقي حلول، بس خلينا نحكي على الواقع اللي عم بيصير، خلينا نفهمه. تفضل. الواقع لا خلاف عليه، وأنا قلت الواقع صحيح وحقيقي، عم يورد حقيقي 100%، بس هل أنت بتقدر الآن تقارني الباكستاني بالسوري؟ هل بتقدر تقارني الأفغانستاني بالسوري؟ ما في فرق بيناتهم دانيال؟ لا 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 لا، بالناحية الثقافية كيف؟ شو هالثقافة؟ ثقافة إسلامية واحدة. لا 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 لا، نحن عم نحكي كواقع معيشي، كواقع معيشي. السوري اليوم اللي طلع من الشام او من حلب راح على اوروبا، بدك تشبهه اللي عايش بقندهار مثلا؟ في فرق. هذا مبدا الكلام. فالتعميم مشكله، التعميم. اللاجئين اليوم ازمه، حتى نحن المجنسين باوروبا عم يعملوا لنا اللاجئين مشكله. انا معكم 100%، انما التعميم لغه، يعني ما يعني انا عم بنزعج من لغه التعميم. يعني ذكر 99% من اللاجئين، في ظلم شوي على اللاجئين. بعدين ما تنسوا هيدي الناس يا جان وصلت على اوروبا مش بفياس، في ناس ماتت على الطرقات، ما ننسى هذا الموضوع، في ناس غرقت، بعد ما نسينا صور الاطفال اللي ماتت على الطرقات. انا هذا اللي عم بحكي فيه، انه اوروبا ما فتحت احضاننا لهيدي لاهلنا، اوروبا انعفيتوا عليها امر واقع يا اخي. بس هيدي الجمله انا يعني واقف على موضوعها، انه التعميم في بين الناس اللي راحت جوعا، وضيفنا الكريم، في ناس مثقفه، في ناس متعلمه، في ناس نعم رفضت الحال، كان عايش ملك حرق دينه للنظام بسوريا، كان عايش، ما انت بتعرف، كان عنده بيوت وعنده مؤسسات وعنده اتدمر كل شيء، هرب، وصل لقى حاله عم بينام بملعب فوتبول مثلا، صدر منه هذا الكلام. يعني بدنا نتحمل شوي بعض الامور، يعني ما نكون ضد على طول. هذا انا وجهه يعني فكرتي بالموضوع الجوهري، فقط من الناحيه الانسانيه. هذا بالنهايه مثلي مثلك، بيشعر، بيرفض انه ينام على الارض، بيرفض انه يقعد بكامب، بيرفض كذا، بيرفض كذا. انسى الدين جان، هلا دينه يلعن دينه، دينه زباله، دينه اللي عمل هالقصه كلها. انا من رايي هول اذا بيطلعوا بمظاهرات باوروبا بدهم يطالبوا بالاسلام، لازم ينضربوا بالكيماوي هول مثل الكلب. بخلص من ربهم يا زلمه، عوفونا الله. يعني دمروا البلاد هنيك، وجاي لهون تعمل لي، بدك تعمل لي دوله اسلاميه وتنظر تتظاهر وترفع لي علم لا اله الا الله، كمان مشكله. بس في امور بدها تضوي بشكل كبير، يعني بدها، يعني بدنا ناخذ وقت كبير جان، بس تضوي على هذه المساله حتى ما نكون ظلمنا شريحه كبيره ايضا من اللاجئين. ضيوفك 60% من اللي طلعوا حكيوا هم لاجئين، هل يشملهم كلام الضيف بانه هن مكبوتين نفسيا؟ هل يشملهم كلام؟ انا بس عم حاول اوضح. يا اخي دانيال، دانيال كنا واضحين، كنا واضحين النسبه، عم نقول ما الكل، اكيد مو الكل، هو كان واضح الاخ 99%. 99% طبعا. لك يعني نحن هلا من 50 مليون مثلا، 6 7 ملايين وصلوا لاوروبا. هل يعني اذا انا وانت و20 الف 2000 3000 واحد كانوا مثلا واقعيين وشيء؟ معك كل الحق، معك كل الحق. انا عم جرب انسانيا احكي، ما حتزبط معي، معك كل الحق. ما انا عم جرب دافع من الباب الانساني. معك حق، معك حق. في ناس هلا انا امشي بالشارع راح يعتبروني لاجئ، يعني الانسان الاوروبي راح يطلع علي مثل ما بيطلع على غيري. وصدقني انا شوفير تاكسي، يعني كنهار بطلع معي 50 راكب انجليزي، كل واحد عقله شكل. هو بنظر لكل اللاجئين على اساس واحد، على اساس ثقافه واحده. نحن هالملحدين والعلمانيين قليله جدا صدقني، يعني بين اللاجئين. طيب ليك خلفه كثير، عملوا مثل بس اللي خلفه كثير.
طيب شكرا لك كثير اخي أخي دانيال. رجال ميرسي كثير، وسامحوني أنا بس كنت حابب هيك من باب إنساني بس أعرض كم نقطة يعني لا أكثر ولا طبعا أقل، اكيد اكيد بس اكيد معكم حق بكل كلمة عم تنقال، أنا معكم بكل كلمة عم تنقال، بس حبيت هيك خفف الهجوم شوي بس. وما راح يتخفف، انا ما راح اخففه لانه بالواقع هذا هو، لان نحن بشرفه مثل ما بقولوا عدد قليل بنسبة 1% أو 2% 3% انكثرت، بس صحيح الأغلبية للأسف الشديد جايين طالعين من القفص يعني، ووحش وتركته بالشارع يعني للأسف الشديد. شكرا صديقي شكرا الغالي، كثير أخي، ميرسي يا حبيبي جم، ميرسي يا حبيبي. شكرا. تفضل أخي ديفيدس، وآسفين على طول المداخلة يعني، تفضل. لا لا ما في مشكلة، بالعكس كتير كنت سعيد بمداخلة دانيال، وانبسطت أكثر وقت وضح شو اللي برأيه السقطات اللي سقط فيها، أو هي كانت سقطة في التعميم. هلأ أول شيء يمكن بالنسبة لسقطة التعميم، بتخيل يا دانيال ما تابع الحلقة من أولها أو ما كان منتبه ببدايتها، يا ريت يرجع للأول. أنا قلت أنا دائما ضد التعميم، وبكل فيديوهاتي دائما أنا بكون ضد التعميم لأنه هو ما له شيء منطقي، وأنا رجل منطق بالأساس. لكن وقلت انه في نسب، هلا 99% اللي هو ذكرها مالي متذكر انا على شو حكيتها، في نسب قلت 50%، في شيء حكيته قلت 70%، حكيت اكثر من نسبه متفاوته، وكل وال90% او 99 نسيان عن شو كانت بالضبط. فهلا قطعا ما في تعميم، وانت مزبوط كلامك يعني. هلا جان انا عشت وعايش واقع. هلا الاشخاص اللي طلعوا صاروا باوروبا مزبوط ملتعن دينهم مزبوط، هلا مو كلهم، برجع وبقول مو كلهم ملتعن دينهم، يلي ملتعن دينه عن جد صدقني ما وصل اوروبا، على الاغلب على الاغلب اللي ملتعن دينه عن جد ما وصل اوروبا. اليوم الدولار، اذا بدي احكي على سوريا، وانا اكيد لا اشمل السوريين بس يعني قطعا، انا عم بحكي كحالة كوني انا سوري فبتطلع معي الكلمة، مثل اذا بقول لك تعال على الشام، يعني قصدي الشام بسوريا بقصد فيها الشام، انا بكون فهي سقطة لغوية اكثر ما تكون. هلا اللي ملتعن دينه عن جد ما بيحسن يوصل. اليوم مثلا بسوريا الدولار 500 ليرة، يعني وقت عم يطلع واحد مكلفته 10,000 دولار، هذا متكلف الزلمة 5 مليون ليرة سوري، هذا رقم فلكي، رقم فلكي بسوريا. لا تقل لا يقل لي ملتعن دينه هذا اللي عم يوصل. هلا في نسبة، قلت في نسبة قليلة عن جد ملتعن دينا وسائبت معه بطريقة أو بأخرى وصلت. هاي نقطة يعني ما بدي أضحك على بعضنا. هلأ موضوع الانتقال المجتمعي وتوصيف الحالة وكذا، أنا معه، أنا معه بالمية مية، بعرف بعرف إنه أنا ما فيني أتوقع منه يجي يصير أوروبي، ماني متوقع منه إنه حيجي يطلع يعني فورا يجي وما ينصدم بهذا الواقع. لكن اللي عم تصير شغلتين، الشغلة الأولى وهي سقطة اللي أنا أساسا عم حاول أوضحها بهي الحالة، تعرف شو بيصير؟ بيتصلوا ببعضهم مثلا لاجئين، وصارت قدامي كتير، اطلع على أوروبا بيقول لك أخي أنا متخوزة القعدة، ما بعرف قاعد بكام كذا، مو عاجبتني والله بدي خوز أولر فيه، مشان هيك عم أقول له يطلع، بيعمل له إياها جنة. عم يطلعوا العالم عم ينصدموا، أنا هي شايفة كتير، شايف كتير نماذج وصلت على أوروبا مصدومة كتير بوقت اللي عم ياخدوا البروسيس ليصير، مصدومين كتير بأنه عم يضطروا يعيشوا بغرف مشتركة، أو أنه البوكيت ماني اللي عم ياخدوه مثلا 100 يورو بالشهر أو ما شابه. هلا الحل بسيط، أنا عم حاول وعي بهي الحلقة الناس هدول اللي ما طلعت، أنه يا عمي اللي عم تسمعه مو كله صح، اعمل سيرش دور، فيك تفوت وتسأل واحد واثنين وثلاثة وعشرة، لا تصدق العالم، فوت على مواقع، كل مواقع الاميجريشن لكل الدول الاوروبيه في إلها باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه، فوت واقرا وتقرا حقوقك وواجباتك والاشياء كلها. ما بدي واحد يطلع مصدوم. انا زلمه طلعت على اوروبا، هلا انا ماني تارك سوريا ودارك، طلعت قلت انا تشنططت بكذا دوله وفتره طويله، وانا زاير اوروبا قبل هلا برحلات شغل كذا مره، فانا مالي جديد على اوروبا ولا لي جديد على معاشره الاوروبيين، حتى شغلي كان معظمه معاشره اوروبيين على مدى تقريبا 10 سنين، فانا فهمان تماما شو عم بحكي وعرفان عن شو عم بحكي. هلا انا وقت طلعت على اوروبا كلاجئ، وقت انا تشنططت باكثر من دوله وما عم تزبط معي بسبب الباسبور التعيس اللي حامله اني احسن اعيش بدوله من الدول برات سوريا، وانا خسرت كل شيء، انا مثل هدول الاشخاص اللي قال عنهم، انا طلعت من سوريا بالهاند باك تبعي خسران كل شيء، كل شيء تماما،
مثلي مثل اي واحد من الناس اللي خسرت كل شيء عن جد. انا خسرت كل شيء عن جد، حتى مكتبتي وكتبي ودفاتري وملاحظاتي والاشياء تبعي، كل شيء خسرته. هلا وقت بدي اطلع على اوروبا، ضليت اشهر قبل ما اطلع عم بدرس شو لازم يصير وشو بدي اعمل والخطوات والستيب والدول وكيف بدي اعمل واو واو والكامبات، فهمت كل شيء. طلعت ما تفاجأت بشغله، لحنا لساتنا عايشين بعقليه. انا هي الرساله اللي عم وصلها للعالم يا جماعه، لحنا عايشين بعقليه تبع واحد بيستاجر محل ويفتح وبيقول لك الرزق على الله، واذا كان فلس بيخسر بيقول لك الله ما بعت لي رزقه المحل. ما بيعرف انه هو لازم يعمل دراسه جدوى اقتصاديه قبل ما يفتح هذا المحل. انا اللي عم اقول لكم اعملوا هي الدراسه قبل ما تطلعوا كرمال ما تتفاجئوا. وقت بدك تطلع انت لحتعرف انه انت منتقل نقله نوعيه، لحتعرف هذا الشيء. هلا اذا انت كنت اوريدي من الناس اللي بتكره اوروبا لا تطلع، انا هي رسالتي لهم، وهدول نسبه كثير كبيره صدقني. اذا كنت انت من الناس اللي طالع ونقمت لانك انت مو عرفان، فعرف قبل ما تطلع دروس القصه، لا تطلع وتعمل مثل وقت عم تفتح دكان ويخسر معك المحل وتقول لي والله الله ما وفقني. ما في شيء اسمه هيك، ما في شيء اسمه الله ما وفقك، في شيء اسمه انت عامل دراسه وعرفان شو بدك تعمل. هلا كحلول للانتقال المجتمعي، جان خليني كمل الفكره، كحلول للانتقال المجتمعي كل دول اوروبا على الاطلاق عندها شيء اسمه خطه ترسيخ. خطه ترسيخ هي خطه ليعلمك كيف تعمل نقله مجتمعيه، لكن وقت عم يطلع لك عالم مثل واحد مصور على اليوتيوب وعم يقول لك انا بدي اتحدى الالمان بنص المانيا، انه انا ما بدي احكي ولا كلمه الماني، بدي ادبر حالي باللغه العربيه اللي هي لغه القران وكذا وكذا. طيب هذا هو ما بده يندمج. هلا مو كل اللاجئين هيك، هدول حفنه مثلا ما بعرف 10% ولا وات سو ايفر، لكن الحفنه الغالبيه عم ينتقلوا ويعيشوا بمجتمع لحالهم. انا هاد اللي زعجني، انه عم تفوت على البيت عم تحس حالك انت لساتك ببيت عربي بمجتمع عربي. الحاره صارت حاره عربيه، معلق مسبحه بسيارته. انا ما عم اقول له سلخ انسلاخ كامل، بعرف الانسلاخ ما بيصير، لكن انت فوت بخطة الترسيخ اللي الدولة عملت لك يا هدول السنتين تدرس وتعمل وكذا وكورسات و و و و و امشي بهذا المخطط، امشي معه صح لحتى انت تستفيد، لحتى انت تحس حالك عن جد اخذت الماكسيموم بينيفيت. هلا حكى على كلمة انا لازم اعلق عليها ويؤسفني اني اعلق عليها، انه لو انا بكل حديثي لليوم ما علقت كمسلمين ومسيحيين، لكن صدقني انا لمسته، في فرق واضح ما بين اللاجئين المسلمين واللاجئين المسيحيين بتقبلهم للمجتمع الأوروبي. فرق واضح لمست مع جميع من قابلتهم أنا من هدول الصنفين، فرق واضح. المسيحي باي ديفولت بي 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 صح هو كان بمجتمع تعيس، لكن باي ديفولت هو أقرب للمجتمع الأوروبي من المسلم. في فرق واضح، أنا عم شوف تصرفات الشنيعة بمعظمها عم تكون جاي من الناس اللي خلفيتها إسلامية، وأنا فهمان هيك ومنشان هيك أعطيت الدواء. إذا أنت كتير متمسك بخلفيتك الإسلامية وكرمال هيك كرهان المجتمع وما بدك تندمج معه فلا تجي أساسا. هلا يعني بس أنا بس رسالتي جان، الناس اللي هن مثل اللي أنا ما فيني أعول عليهم، الناس اللي هن وقت عم بحكي كلامي هلا هن عم يسمعوني وعرفانين الكلام لا يطبق عليهم، هن المعصبين مثلي وأكثر مني، وهن حيكونوا مبسوطين لاني انا هيك عم بحكي، فبديهيا هذا الكلام ما بيشملهم. انا كلامي هو عباره عن بس رساله للناس الاخرين، انه يا جماعه عيب الواحد يكون، يعني لا تعملوا المثل تبع قاعد بحضننا وعم ينتف بدقنا. اذا قاعد بحضننا وعم تنتف بدقنا لا تتوقع يتقبلك. واعطيت حلين، يا بدك انت تندمج معهم، هن مو مضطرين يندمجوا معك، انت بدك تتقبلهم قبل ما هن يضطروا يتقبلوك، انت بدك تكون محترم معهم لحتى يكونوا هن محترمين معك. هيك بتصير الحياه. اذا انت عن جد كرهان هذا المجتمع فانت اساسا لا تجي، لانه ما في حل ثاني. لا تتوقع انك تجي وكرهان المجتمع وتغيره. هي بس رسالتي انا بس ببساطه. بالضبط اخي ديفيد، يعني هو الافضل يروحوا على مكه. طيب معنا اتصال من الاخ مو فاكر، يعني انا هو مكتوب الاسم هيك، تفضل اخي. مساء الخيرات، يا ريت علي صوتك شوي. اللاجئين العرب يفعل ما لا يجرؤ فعله في بلده الاصلي. صحيح صحيح. لان في بلدان الاصليه يعيش تحت سلطه الشاويش او الشرطي. صحيح.
يعني في شرطي خلفه وراءه. ماني سامع. الو. تفضل تفضل، معك اوكي. سامعينك. يعني حتى لو يكون الشخص وزير في بلده الاصلي يذهب الى اوروبا يقوم باعمال صبيانيه، يعني ممكن يسرق حتى في سوبر ماركت صحيح. لانه لا توجد حراسه، ولن يشتري تذكره المترو ولا صحيح. ولا القطار. اذا اللاجئ يعلم ان الشرطي الاوروبي لن يلمسه، لن يضر، لن مثلا يتعدى عليه بالضرب او. لذلك راينا الاعتداءات في حفله سيلفستر او يعني شفنا لايف في برلين، او كنا في برلين شفنا لايف، يعني شفنا شباب بكامل اناقتهم يعني جاء مخصوص للاعتداء، يعني بدون، يعني سامح لي بدون ما يشرب بيرة، يعني لو شرب بيرة يكون أسوأ. للأسف الشديد أخي، هذا طبعاً، هذا الطبع يعني للأسف الشديد. يعني أنا موافق مع رجلك، ليس مبالغة، يعني هذه الحقيقة، هذا الواقع. صحيح صحيح. هذا هو الإنسان عايش تحت الرعب، فجأة يذهب الخوف لأنه متأكد الشرطي الألماني لن يضرب، ولا السويدي أكثر، يعني لن يعتدي جسديا على وطالع وحشيته كلها على الناس، يعني للأسف الشديد. بالضبط بالضبط، يعني يصيروا مثل الوحوش للأسف. طيب شكرا لك كثير اخي. وهذا هو تحية الى جان والى ديفيد. شكرا شكرا. في عندي اتصال اخير راح اخذه بصراحه والحلقه عشان ما تطول كثير. الاخ علي، نشوف الاخ علي. تفضل اخي علي. الو تسمعني؟ اخي علي يا ريت اذا تسمعني. الو. تفضل اخي علي، علوت علي صوتك شوي. حسان. لا انا مكتوب عندي علي 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 اليان، مشان هيك عم بقول علي. انا اسمي حسان. اول شيء مسي عليك وعلى ضيفك. اهلا وسهلا اخي حسان. مسي على صديقي دانيال، وبحب يعتبر كلامه وايده شوي كمان. انا لا اؤيده نهائيا بصراحه. تفضل بس علي صوتك شوي مشان نسمع. تمام. شوف صديقي، على سواء احنا ايدناه او لا، هو حكى شيء ملموس، شيء واقع. انا 100% مع ايمان، 100% معه. انا عايش في اوروبا، انا عايش في النرويج، جيران النرويج، ونحن لامسين. طيب اوكي، تفضل. تمام تفضل تفضل. تمام. ديفيد، اول شيء مساء الخير، قلت لك مساء الخير لك لجميع مشاهدينك. انا معك 100%، انا حاسس بالوجع اللي عم تحكي فيه، حاسس بالقهر اللي عم تحكي فيه. بالفعل نحن عم نشوف ناس كثير سيئين من شيء اسمه لاجئين. طبعا نحن لما نقول لاجئين بنذكر كثير جنسيات، ما بنخص بس سوري او جنسيه معينه. تمام؟ نحن يعني كثير ثقافات كمان مختلفه، حلو كثير كثير الطريقه اللي عم بحكي فيها ديفيد، انه نحن عن جد في اختلاف ثقافات، في اكواد بالثقافات. مثل ما ذكر، اوكي انا بنت ضحكت لي، يعني تعال حبيبي تعال عندي عبد. تمام؟ في اكواد كنا بنستعملوا اكواد بين بعضهم، نحن ما بنعرف بالمية بعد الاجتماع أكواد ثقافية. أنا معه 100%، بس أو أنا هدف اللي ظهر عن هدف قضي هدف اللي أنا بسعى له، اللي هي طبيعة هدول اللاجئين، طبيعة الكائن اللي أنا منه، الكائنات دول اللي جايين لهون، اللي انا كنت واحد منهم. انا اول ما جيت في يوم بس كنت ما عارفه، وبعدين صرت اعرفه. فنحن لازم نسعى في نوعي هذول اللاجئين جايين على ثقافه مختلفه تماما. انا مو معقول انا بسكت في اشياء مرعبه، مخوفه، مزعجه جدا جدا جدا. اللي بيدخل على نور بيسرق، اللي ريحته امه ما بتنطق، اللي ريحته يا لطيف بفكر انه في معجبه فيه اذا ضحكت فيه. هذول الامور يعني اكيد
نحن متجوزين. فانا بايد كلام ثاني انه نحن لازم نوصل من ناحيه انسانيه. ما مشكله هذا الانسان بثقافه العالم الثاني جاي من ثقافه يعني كلها معها خشونه، ما اعرف شو يعني عايش في ثقافه سيئه جدا. فانا بفضل انه ننصحه نرشده نعلمه. انا بقول لك برجع بعيد انا ما عندي حاسس بوجعه، انا بشوف ناس بالثياب بتاعي لا عفوا سوري انا ثاني مسؤوليه انا المكان ثاني. عرفت شو الفكره؟ صحيح صحيح اخي. هو اللي هو المشكله بتعرف اخي حسان، يعني نحن الاخ دانيال انا فهمت وجهه نظره، بس يعني ما هو عيب انه نغضب، ما هو عيب انه نحكي الواقع اللي عم بيصير. صح نحن بهدفنا انه نغير، وطبعا ولازم نحكي كيف نغير ونناقش كيف نغير، بس كمان يعني ما هو المفروض انه ما نحكي فيها لانه هذا الواقع اللي عم بيصير. الواقع اللي عم بيصير لازم نغضب منه، يعني اذا ما غضبنا معناتها في شيء غلط جواتنا، يعني انا اعتقد هيك. يعني اذا قلت لك صديقي انا بما اني تفضل اخي حسن تفضل اكيد صديقي انا بما اني انسان نفس بشريه معرضه للغضب، فانا مع انه واحد يغضب اوكي، بس لما انا بدي اقوم وعي الناس فما معقول استعمل اسلوب الغضب، ممكن اخذ اسلوب ثاني عليك، بس انا بعزل 100% للذي بيت الغضب عم بحكي بوجع قلب وجعنا مشكلتنا. انا ما بحكي مع واحد بحكي عبالي يا اخي يعني احكي عن مشكله على حلال وحرام بلحم خنزير ومدري شو، يعني يا اخي انتوا جايين مسلمين يعني روح على السعوديه اذا جايين مسلمين هون خلص انتهى الموضوع شيء. قال لي لانه هذا الشيء بياثر علينا نحن، هو انسان تركي بس عم بحكي باسم النحن اللي نحن لاجئين، فهمت علي كيف؟ فشيء موجوع منه انا عم بحكي حاسس بوجع ديفيد وحاسس بقوه، فهمت الفكره؟ انا لاني بعرفه لدانيال فهمت شو الفكره اللي عم بحكي فيها، انه نحن لما نجي نحن نوعي شخص غير لما نغضب على شخص او نوعيه نحن غاضبين، فممكن نتجنب شيء من الغضب حتى نعرف كيف نوعيه تمام. طبعا برجع انا برجع بقول لك انا بايد كلام دي بيت مني انا حاسس وجع وعايشه عم نحكي كمان عقيب صغير على كلامك انه عم بيجوا ناس هلا اوكي في ناس ما بيعرف يكتب اسمه، انا كثير ناس شفت ما بيعرف يكتب اسمه، فالمحصله في عندك مضطرب كثير نسبه دكاتره جايين لهون، تجار جايين لهون، نسبه مهندسين جايين لهون، يعني ثقافات مختلفه 10% خلينا نقول اللي ما بيعرف يكتب. هذا ما بيعني انه نحن نتجاهل النسبه الكبيره للمثقف اللي جاي لهون، نحن كشعب سوري عايشين بسوريا انا سوري في عندنا كثير نحن مجتمع كامل على بالطريق، فالطبيعي كثير شو انسان جاهل انسان ما بيعرف يعمل، مثل ما قال صديقي دانيال عملوا نسبه مواركة احصائيه طلعوا النساء اللي تحصرا بين يعني بعث لك رابط سبتها المتعلمين اكثر من الدنماركيات نفسهم، متعلمين بسوريا اكثر من الدنماركيات بنفسهم. انا هلا ببعث لك اذا تحب هلا ببعث لك. يا اخي انا سوري انا ماني من المريخ بصراحه، يعني انا ماني من المريخ، انا نساء السوريات يعني تقول لي السوريات متعلمات اكثر من الدنماركيات يا صديقي. طب اوكي انا احصائيه ما نعمل مين عمل الاحصائيه يعني انا بس على وقت تقول لي مين عمل الاحصائيه هي. هلا ببعث لك الرابط انت هلا ببعث لك الرابط وشوف الاحصائيه انا ما انا عملتها. صراحة أنا يعني الدنماركيات لو أخي حسان يعني بالمنطق شوي، لو بالفعل عنا متعلمات أكثر من الدنماركيات لما كان صارت الحروب عنا، يعني نحن حروبنا على بني علو وبني عمر، يعني هدول بني علو وبني عمر عم تحاربوا 1400 سنة، لو في عنا متعلمين مثل ما عم تقول أكثر من الدنماركيات ما كان صار عنا هالشيء هذا للأسف. أنا ما بدي أشوف زيادة كثير عن أوقع موضوعنا، انا ملحد بعرف يعني مره متعلمه تنحبس في البيت تنقمع، اعطوا الفرصه للنساء اللي عندنا يشيلوا شيء اسمه دين، بس ينشال شيء اسمه دين ونشوف الفرصه اللي ممكن تاخذها النساء وشوف شو بتعمل. انا الاحصائيه قلت لك ما انا اللي عملتها، انا رح ابعث لك الرابط اللي قناه دنماركيه عم تحكي في الموضوع، شافوا النساء السوريات بين قوسين السوريات متعلمات اكثر من الدنماركيات تمام. فنحن ما معقول نهمش كل الجيدين ونحكي في السيئين بس. طيب يا ريت اخي حسان اذا بتقدر تحط اللينك كمان بالتعليقات تحت الفيديو كمان مشان يشوفوه اصدقائنا يعني.
فلا راح نقولها. هلا نرجع نرجع بعيد بس للنقطة هذه، نحن ما معقول انها مش كل الناس جيدين ونحكي بس بالسيئين، لانه انا كانسان عندي عقل يعني، او انا شايف حالي اني ملحد، ملحد يعني بفكر يعني ببحث، ما معقول انا انظر بالناحية السلبية بس، لازم اطلع بالشيء اذكر الايجابي كمان، فهمت علي كيف؟ وبرجع باكد وبرجع بعيد، انا حاسس باللعبه في ديفيد حرف بحرف، انا عايشه 100%، انا عايش كل دقيقه في اليونان وغير خطوه بيعرف كثير، عايشه 100% وشايف الشيء المخزي. ونفس الوقت بذكر انه شيء اسمه لاجئين، لما نقول لاجئين في اكثر من جنسيه، الباكستاني اكيد لا، سوري يعني مع احترام لكل الجنسيات، السوري افضل من غير جنسيه، ما بيعرفوا يفرشوا اسنانه، ما بيعرفوا يفتحوا الحنفيه، عدوا علي ناس انا ما بيعرفوا يفتحوا الحنفيه، حنفيه تبع المي ما بيعرفوا يفتحوا. عندو ناس ما بيعرفوا ياكلوا، انا عم بقول لهم سويش بدهن لهم اياها، هم ما بيعرفوا شو يعني شوكولاته سايحه. فلا السوري عنده ثقافه اكثر. هذا ادم يعني انا بدي احكي من ناحيه عنصريه او من ناحيه تحيزيه او الى اخره، انا عم بحكي بشكل واقع، انا شيء لمسته. السوري عنده ثقافه اكثر، وبرجع بقول في سوريين ما بيعرفوا يتواصلوا. تمام؟ نفس الوقت اللي اخذته. شكرا كثير لك يا حسان، شكرا كثير لوقتك. ايوه انا راح انزل الرابط. تمام تمام شكرا كثير. طبعا انا راح تكون هي اخر اتصال، انا بعتذر لاصدقائي اللي ما قدرنا نجاوب على اسئله او اذا تعليقات، يعني انا اسف كثير. شو رايك بالحكي اخي ديفيد؟ تفضل. شوف جان، هلا انا كثير مبسوط انه صوتي وصل هلا، سواء برد صديقي دانيال اللي انا بتابع فيديوهاته ومتمني حتى اني اعمل لقاء معه على قناته قريبا، او اخي حسان. هلا اثنيناتهم انا لاحظت انه مشكلتهم كانت بس بفكره التعميم، يعني هي هذا انه هن فهمانين القصه، حاسين الوجع كذا، التعميم والغضب. شوف جان، هلا أنا برجع وأكرر، أنا مالي عم عمم، وما في شيء اسمه تعميم أساسا، ما في رجل منطق بيقلك يوجد شيء اسمه تعميم، هي القصة مفروغ منها، وأنا رجل منطق وبعرف هذا الكلام، لكن أنا عم بحكي على حالة عامة، يعني أنا وقت عم ناقش أفكار عامة، بدي ناقش على الحالة الأغلبية بقى، يعني هي اللي عم ناقشها، يعني واحد سوري رجع مصاري لقاها بألمانيا، انطرش رب الفيسبوك فيها لهالقصة. يعني مع انه شغله، واحد قام بالباص قاعد بالدنمارك مدري بهولندا، قام بالباص قعد وحده ختياره وهو من اللاجئين، طرشت الدنيا كلها فيها. يعني ما بعرف يا زلمه، ملينا يعني هي التصرفات، عدوا لي اياهم بالله كم فيديو انطرشوا عن هي القصه. هلا انا يمكن اول فيديو عم يحكي على النيجاتيفز ببساطه، كم شخصيه عملت شيء يستاهل انه ينحكى بامره، بمقابل كم شخصيه عم تعمل اشياء، عايشين بمجتمعات عم يساووا شغلات كتير سيئه. يعني بزمانه في كان احد مدرائي بالعمل من 10 سنين يمكن، قلت له استاذ فلان، بتمنى يكون يتابعني هلا لانه حط لايك على الحلقه، انه استاذ ليش انت ما بتقلي جود جوب لكن انت بتبهدلنا وقت لحنا منخربط. قال لي اخي انا انت بالاساس لازم تشتغل شغلك صح، هي مو ميزه، انا وقت بتخربط لازم نبهك انك انت مخربط. هلا انا ما بدي فوت بموضوع المكافآت والغرامات وكذا، لكن بس عندي شغله على تأييدا لكلامك ديفيد، يعني المشكله انهم مفكرين اذا واحد مثلا طب منه مصاري واجى اللاجئ شاله اعطاه اياها شغله كثير كبيره. هون انا عايش ببريطانيا، يعني تتعدي شغلة جدا عادية، لما تسقط منك محرمة بتلاقي 10 رقدوا شالوا لك يا قالوا لك يا تفضل، يعني شغلة كتير عادية. يعني شو انت عامل اذا لقيت مصاد واحد رجعت له اياه؟ يعني انت بدك تثبت انك مانك حرامي؟ هو الاصل لازم تكون مانك حرامي، يعني وهذا الشيء العادي لازم تساويه، وهذا بيصير يوميا قدامنا 10-20 مرة. يعني اكزاكتلي جان، هي النقطة. يعني بنت سورية ما بعرف نجحت مدري تفوقت طلعت الأولى بألمانيا، ما عاد أتذكر شيء من هالنوع، طرشت الدنيا فيها، وهؤلاء بناتنا طب وحدة 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 من أصل مليونين، من أصل 10,000، من أصل 100,000، لك وحدة، واحد رجع مصاري، واحد من 100، من 200، من 500،
هلا انا مالي عم عمم، برجع وبقول لكن مثل ما انت عم تقول ومثل ما قلت لك نصيحة مديري، انت باي ديفولت لازم تكون اولي، انت باي ديفولت لازم تنجح، انت باي ديفولت لازم تكون امين، هي مو اشياء بونص يعني. ومع ذلك شبعنا حكي ومنفخه فيها على الفيسبوك. هلا انا عم بطلع عم بحكي بلسان الاوروبيين بالعربي، خليني اقول هلا الاوروبي ما لح ينتبه انه في وحده نجحت، في واحد رجع مصاري، هذا معناتها كل اللاجئين مناح. لا يا سيدي، وانا مصر على كلمتي، الكلام عم يصير بالعكس. انا عم شوف الحاله العامه، الحاله العامه عاملين اسواق مغلقه، عاملين مجتمعات مغلقه، بياخذ بيوتهم من السوسيال بياجرهم بالاسود، بياخذ ما بعرف كوميشنز وفروغ وكذا وقصص وحركات. هذا كله اللي عم هذا الغالبيه. انا هي اللي عم وجه الرساله لها، انا هذا اللي عم انتقده، انا طالع لانتقد، انا مالي طالع. اللي بدك تسمع هذا المدح، في مليونين فيديو عن المدح، انا اول فيديو بيطلع لي انتقد، وانا طالع لانتقد، مالي طالع امدح. انا مو شغلتي امدح، انا شغلتي حط سلط على الوجع. هلا انا بعرف انه الوجع اساسه بالثقافه وبالكذا، لكن هلا ما فيني ارجع اغير لك المنظومه الثقافيه بالشرق الاوسط واعمل نظام تعليمي. هلا خليني عم بعطيك يعني، انا ما فيني رد ارجع شل لك الكانسر وامنع مسببات الكانسر. هلا مو مشكلتي هي، انا مشكلتي امنع تفاقم الكانسر. بدك تاخذ كيماوي، انا عم اقول لك خذ كيماوي. انت بدك تسمع الدكتور اللي عم يقول لك ما بيأثر وحتعيش 10 سنين، انا حقول لك انت بدك تاخذ كيماوي، انسالي هي قصه حتعيش 10 سنين. انا هون شغلتي، انا هي شغلتي، مو شغلتي اطلع امدح ووزع شهادات. انت باي ديفولت لازم تدفع الفاتوره، باي ديفولت لازم تدفع تيكت القطار، مو بونس اضافي يعني. مو كتر خيرك اذا عملتها، مو كتر خيرك اذا اعطيتني الجزدان لانه وقع، هذا شيء طبيعي لازم تعمله. نحن تعودنا بمجتمعاتنا نمدح هدول العالم، بيقول لك ابو فلان صادق، صارت ميزه، لك هي ديفولت، هي ديفولت بالاساس مو ميزه. انت ديفولت لازم تكون صادق، مو تعتبرها ميزه ولازم امدحك وحبك لانك صادق. يعني ما بعرف، هي التركيبه اللي نحن علقانين فيها. انا مالي جاي طبطب على حدا، انا مالي جاي اقول لك، انا جاي عم وصف الحاله، هي الحاله اللي عايشينها. وكل واصدقائي، وانا مبسوط انه حسان ودانيال يعني هن فهمانين الحاله وعم يقول لك انا مقدره وانا بعرفه، بس لازم نحكي على الايجابيات، الايجابيات مليانه، كله عم يحكي عن الايجابيات. اذا واحد ضحك لوش واحد بيحكي فيها سنه وبيكتبها على الفيسبوك، ايجابيات شبعنا منها. انا عم بحكي عن نيجاتيفز، انا بس عم وصل صوت انه يا جماعه هي الحركات انتوا لازم تغيروها كرمال الايمج تبعكم. انا بس هذا الصوت اللي عم وصله، بس هاي الفكره يا جماعه. ما تفكر الاوروبي اجدب، ما تفكره هو مو فهمان. انت فوت بخطه الترسيخ، عاملين لك خطه ترسيخ، عاملين لك خطه اندماج، عاملين لك كذا، فوت فيها تعلمها، هن الحرفانين هي المشكله وحاطين لك الحل تبعها. انا عم خاطب انه الغالبيه من الناس ما عم تعملها. يا رجل انا بعرف واحد، ما بعرف واحد مدبر حدا بالمدرسة عم يخليه يوقع له كل يوم، وهو عم يروح يشتغل بالأسود، بيقبض راتب من المكتب العمل انه هو عم يدرس بالمدرسة ورايح عم يشتغل بمطعم بالأسود. انا هاي مشكلتي، وانا ما عم اقول على واحد نماذج كتيرة بتشتغل بهذا النوع. اليوم واحد بتلاقي اشتغل بمركز طبي قال له ايه ابو فلان تعال عندي، انت بفوتك بفوتك، ما بدك موعد، هون بتاخذ موعد لبعد اسبوع ولا اسبوعين، رجعوا لك هي الحركات. هي المشكله، عملوها ثقافه، عملوها مجتمع كامل. انا هذا اللي بس عم حاول وضحه، يا جماعه لا تعملوا هي الحركات. الاوروبيين مالهم اغبياء، عرفانينكم وعرفانين هي القصص اللي عم تعملوها، اذا ساكتينكم لانه عم يحاولوا يداروا انه اخي انت حتتحسن، انه انت رح تزبط معك. لا تنصدموا بكره وقت اوروبا بدها تمنع دخول اللاجئين او تلغي تماما موضوع الاقامات، او حتى تعمل لكم كامبات وتضلوا عايشين فيها وتمنعكم من الاندماج بالمجتمع. انتوا اللي مالكم عم ترضوا. هلا الناس اللي عم ترضى يا دانيال ويا حسان، الناس اللي عم ترضى اوريدي عرفان الكلام اللي انا عم بحكي، ما لهم ناطرين يضيعوا ساعتين ويسمعوني. انا رسالتي للناس اللي ما عم ترضى بهذا الشيء، اذا واحد فيهم مفكر انه في عن جد يتحربق على الحكومه، حيتحربق سنه وسنتين بس ما رح يحسن يعملها لايف ستايل، رح ينقفر. اليوم الدنيا كلها صارت بتنكشف على الانترنت، موضوع كتير سهل، بدك تفوت تطلع تعمل بزنس تشتغل اسود، رح تنقفر، وقت حتنقفر حتتبهدل. بس
وانا رسالتي مزعوج لانه بدي هي الايمج، يعني اللي نحن بدل ما نكون عم نقول انا من كذا، انا من حضاره كذا، صار عم يخليك تخجل منا. برجع وبكرر، انت وقت اللي حتشوف العوام، العوام ما له مسؤول يدور مثلي ومثل دانيال ومثل حسان كطبقه اعلى شوي من العوام، انه يدور على كل واحد بواحده ويقيم كل شخص بشخصه. العامي مو شغلته هي الشغله، العامي بده ينظر للموضوع كاجمال. مثل ما انت كنت تقيم انه الاوروبي وقت عم يجي لعندك على بلدك وتسميه اجنبي، الاوروبي اليوم عم يسميك لاجئ. دانيال نفسه وحسان نفسه اللي معهم اقامات يمكن حيعانوا من هي النقطه. من يومين عم يحكي لي صديقي ما كنت معه، كانوا بحفله للايستر، كان معه قرايبه صار له 25 سنه بالسويد وطبيب اعصاب الزلمه، فكانوا بالايستر، هذا صديقي لاجئ هو عم يحكي مع حدا وعم يحكوا شوي انجليزي شوي سويدي كذا، صاروا يحكوا مع هاد اللي صار له 25 سنه وعم تخاطبه هي البنت السويديه وكانه لاجئ. قام بعدين هو سمعها للاخير وضحك، قال لي انا صار لي 25 سنه، انا دكتور بجامعه، انا كذا ما بعرف، عن طبيب والى اخره، طبيب اعصاب. قام صارت تعتذر منه، قالت له انا ما فيني ميز، حاله صارت. هذا الاوروبي ما في ميز. المشكله يا دانيال يا حساب انه انا وانت وكلياتنا رح نتاثر بهي الحالات اللي عم تصير، مو بس المجتمع الاوروبي. بس ببساطه. صحيح اخي، معك حق، معك حق بكل كلمه قلتها. يعني انا طيب موضوع، في عندي طرح اخير ومشان نقفل الحلقه، صار ساعتين وكسور، يعني هي اطول حلقه انا اسجلها بصراحه. وبصراحة الموضوع يستاهل، يعني يستاهل نقضي ساعات طويلة يعني مشان هالموضوع. هذا الشيء بوطي الراس للأسف الشديد. هو الأخ حسان قال إنه السوريات متعلمات أكثر من الدنماركيات بتقرير تلفزيوني من الدنمارك، شو رأيك بالتقرير يعني؟ يعني ما بعرف، خليني أقول نو كومنت أحسن شيء. يعني يا رجل معقول هذا الكلام؟ بس نو كومنت. واذا كان طلعت له وحده هيك يعني ما لا خلص نو كومنت احسن. شو بدي اقول لك يعني يا رجل؟ وهو عم يقولها بتعميم، يعني اذا عم ينتقدوني على التعميم هو عم يقولها بتعميم، فاذا يعني معقول كيف بدي اعلم هذا التعميم يعني؟ بصراحه اذا بتتذكر في منشور على الفيسبوك بيقول انت لاجئ سوري، هو واحد سوري عم بحكي انه انا سوري، عم بيخاطب السوريين، انت بكره بدك تروح على اوروبا، بدك توقف على الدور، بدك تحترم القوانين، بدك تحترم هالعالم هي، بدك تساوي هيك هيك هيك، بدك تصير حياتك. بس لو عاملها ببلدك اصلا ما كان طلعت ببلدك وما كان صارت هالحروب هي يعني. 100%. فالقصد من الكلام لو بالفعل عنا النساء خصوصا، يعني النساء لو متعلمات اكثر من الدنماركيات لكنا في مقدمه الشعوب، لانه النساء هن حجره الاساس في اي مجتمع، يعني هن المربيات. لو بالفعل متعلمات اكثر من الدنماركيات كان وضعنا يختلف. يعني ما معقول الاخ حسان يعني جاي من ارقى طبقه في المجتمع السوري عم بيحكي هيك، بس المأساة اللي بيجي من الطبقه العامه بسوريا للاسف الشديد، يعني في شباب كثير ما بيعرفوا يكتبوا اسمهم، ومن واقعنا ومن واقعي انا، فما بالك بالنساء اللي اصلا مثل نساء باب الحاره ما بيطلعوا من البيت الا لشراء قطع قماش لنفسهم يعني. وإذا بده يطلعوا لازم يطلع معهم مرافق حتى لو كان ولد صغير، هي مسحت له خرايا يعني للأسف الشديد. طيب شو عندك كلمة أخيرة تقول أخي ديف؟ تفضل. كلمة أخيرة أو باتم لاين بس خليني أوضحه هلا، وأنا برجع وبكرر بعتذر أنا ما ببتسم، لكن صدقني أنا دائما هيك، واللي بيتابع كل فيديوهاتي بيشوفني إنه أنا دائما جدي زيادة عن اللزوم. فمو موضوع لا لاني عم رد على شخص او لاني عم اوصف بغضب، يعني انا بكون عم بحكي فيديو ثقافي وبتلاقيني بنفس الحده او الطريقه، وهي ما لها ايجابيه فيني، هي سلبيه. فبس انا عم حط هي النقطه. هلا شوف، انا بس بدي اوضح رساله صغيره يا جماعه. لحنا اليوم، انا بقول كشخص من هي الدول التعبانه، لحنا اليوم عنا فرصه فينا نستغلها.
الناس اللي عم تطلع على أوروبا، فينا نستغل إنه نطلع لهون نتعلم نطور حالنا، نتعلم من تجاربهم، ندرس بجامعاتهم، نعمل الأشياء هي، نصير ناس أرقى من ما كنا عليه ووصلنا بلدنا لخرابها، ونرجع ننقل تجربتنا لبلادنا وقت بيتحسن فيها الوضع وتسنح الفرصة لأنه نطورها. هي بس الرسالة. إذا شخص طالع ومفكر يعمل الموضوع بالعكس تماما، فيعني نصيحتي له بترجاك لا تطلع، حتعذب حالك، رح تسوء الوضع، حتزيد الوضع سوءا أكثر ما هو سيء، وما حتنجح معك. أنت ما رح تكون أذكى منه، ما رح تزبط هي القصة. اطلع، اللي بده يطلع على أوروبا يفوت بهي الخطة، يندمج مع المجتمع، يفهم المجتمع، إذا كرهانه لا يطلع عليه. الناس اللي عم تطلع وهي اوريدي، هي اوريدي جماعة عندهم عايشين بدول آمنة، بدول ما فيها حروب، بدول كذا، وطالع بس فانتازي. وهدول نسبة جيدة، ما بقول كتير كتار، لكن نسبة جيدة. يعني صدقني لا تطلع، لا تطلع لأنك حتتعذب. لا تفكر القصة مفروشة ورد يا جماعة. هاي الموضوع، انت طالع لاجئ، اسمك لاجئ، انت طالع على بلد، هذا اللجوء مسخر للأشخاص اللي دمرت حياتهم، الأشخاص اللي كانوا إما سيموتوا أو سيموتوا، ما في حل ثالث. بيطلعوا بيعيشوا تحت سقف، مي، كهرباء، آكل، شارب، نايم إلى آخره، فرصة للتعليم لإله ولأولاده، ضمان صحي، إلخ إلخ إلخ. مالك طالع تترفه؟ إذا عم يضحكوا عليك رفقاتك بأوروبا وأنت لساتك ما طلعت، ومفكرينك طالع تعيش برفاهية وبجنة وبكذا، وحتطلع تنصدم وتنقم على المجتمع الأوروبي وتعمل مشاكل، اسمع مني عم حاكيك، الموضوع مو بهالبساطة. إذا كان وضعك كتير مزري اطلع، واطلع واحترمهم. بس القاعدة بسيطة، هاي القاعدة ما بدها ثقافة يا جماعة، ما بدها تقرأ كتاب. لك والله ما بدها تقرأ كتاب. إذا أنت ضيف عند حدا لازم تحترمه، بس مو تقلب له بيته، تساوي بيتك، تغير له ترتيب الكنبايات، وتغير له كذا، وتحط له طعميه على كيفك. هي قلة ذوق بنعملها بين بعضنا. على مستوى دول نفس الشيء بتضل قلة ذوق، يعني ما في داعي تكون قاري سبينوزا مثلا لحتى عرفان علم الأخلاق. الموضوع كتير بسيط، موضوع منطبقه بين بعضنا. أنت ما حتقبلني إنه أنا إجي على بيتك وتحكم بحياتك؟ شلون متوقع الاوروبي حيقبلك حتجي على بيته وتتحكم بحياته ويخلي الباب مفتوح؟ اذا بيضل الوضع مثل ما هو، بكل اسف صدقوني، مثل ما لي هلا حضرانكم وعم نحضرها لايف، ما حتستمر كتير. الناس اللي قاعده هون لح ينحط كتير شروط اصعب لاستمراريه بقائها باوروبا، ولح يتسكر الباب تماما. انتوا عم تطلعوا تهريب. هذا صديقنا اللي ما عاد اتذكر مين عم يقول اوروبا ما فتحت الباب، لك هي مو بلد مهجر يا اخي، هي مو بلد مهجر. انت طالع لجوء، عم تطلع لجوء، عم تكسر اتفاقية دوبلن، وهن عارفانينك وصلت على السويد عن طريق كل دول اوروبا، او وصلت على النرويج او هولندا واتسو ايفر عن طريق كل دول اوروبا، وبالتالي كان لازم تعصى بغيرها. مالنا بهالموضوع، تساهلوا معه، عارفانينك متكلف بلاوي، وعم تصل تقول لهم انا مسكين ما معي غير 20 دولار، بيعطوك مصاري، عارفانينك عم تكذب وساكتين. طيب مثل ما هنن عم يسايروك، انت ساير. لازم انت تعرف انه انت طالع لاجئ، مو طالع تصير مليونير. هاي القصة ما بتصير. طالع مو استثمار، هو ما حيفتح لك باب، هو مو بالاساس قايل لك تفضل يستر عرضك انا بدي اياك. يعني يا زلمة، وقت اللي عملوا بي 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 على بسالونيك بي بي اليونان، يا رجل عملوا اعتصامات وقطعوا سكة الحديد ورجعوا القطار وما بعرف شو، بدنا ندخل عنوة بحياة البشرية، ما صار نوع من التهريب بهالطريقة. بدنا ندخل عنوة هيك وعلى عينك يا تاجر، ومرقونا وغصب عنكم وعملوا كذا. لك عيب، بس عيب، لك بس هاد اللي بس اللي هي الرسالة تبعي، عيب. عم يمرقوكم، عم يسكتوا عليكم، عم يغضوا الطرف، لو بدهم يقطعوها بيقطعوها، وما حدا بيتحسن يتحرك من تركيا. من تركيا ما فيك تتحرك. بس هن ما عم يقطعوا، بتصرفاتهم اللي هلا عم يعملوها حيسيئوا لاخوانهم اللي هلا لساتهم ببلاد بحرب وبحاجه، ومساكين عم يلموا الليره ورا الليره ليطلعوا، لانه ما حيحسنوا يطلعوا لانه حتكون سكره. ببساطه هن عم يخربوا على حالهم. انا عم بحكي بحده لانه هن عم يأذوا حالهم بالدرجه الاولى، بالدرجه الاولى عم يأذوا حالهم وعم يأذوا مجتمعهم. هي التصرفات عم يأذوا حالهم، انا عم وعيهم. هي التصرفات
صحيانين لا وعرفانين ساكتين عليكم هن، لكن ما تتمادوا، ارجعوا شوي على السكة، كون بس محترم لك، والله ما بدها ثقافة، بس كون محترم، هاي رسالتي. للأسف أخي ديفيد، يعني المشكلة مشكلة الإسلام قلب الأخلاق، موازين الأخلاق، قلب مفاهيم الأخلاق عنا، مفاهيم الأخلاق مقلوبة عنا أصلا يعني للأسف الشديد. طيب أنا بشكرك كثير أخي ديفيد على هالوقت الثمين بصراحة ورأيك الرائع، وأنا بصراحة أؤيدك بكل كلمة بكل حرف قلته. وأصدقائي شكرا لكم كمان، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء أخي ديفيد. إلى اللقاء صديقي. شكرا لك، شكرا لك، وشكرا لكم أصدقائي. إلى اللقاء.